وعليكم السلام الأخ عبد الخالق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات. نحن اليوم 15 فيفري 2019، والموضوع تاعنا اليوم هو حول الكفاءات الجزائرية في الخارج والانتخابات الرئاسية 2019 في الجزائر. هناك أسئلة مطروحة، أسئلة موضوعية وأسئلة منطقية حول هذه الكفاءات اللي راها موجودة في الخارج. أين موقع هذه الكفاءات؟ والجزائر تترنح. أين موقع هذه الكفاءات؟ والجزائر مثل ما راكم تشوفوا فيها أصبحت مسخرة. صاروا الناس يضحكوا علينا في القنوات الفضائية من خلال المرشحين هذوك، والله الراغبين في الترشح، سواء الناس هذو كانت بالإرادة نتاعهم أو من خلال ناس بعثوهم من أجل خدمة مرشح معين. واحد رايب فمه، وواحد خنونتو تسيح، وواحد يتحدث في أشياء طفل صغير يعني لما يسمعها يموت ضحك. وصارت الجزائر نكتة يتسلى بها الحاقدون والناعقون. فيما كفاءات جزائرية غير عابئة إلى حد الآن. يا هل ترى هذ الناس هذو اللي راهم موجودين في الخارج من الكفاءات ما لقوش إطار اللي يلتقيوا فيه؟ لا سيما في ظل هذا العولمة، وفي ظل هذه الاتصالات الحديثة، الانترنت مفتوحة لكل الناس. يا هل ترى هذ الناس هما آثروا هذه الدنيا، آثروا هذه الحياة الرغيدة في أمريكا وفي أستراليا وفي الغرب بصفة عامة، ويعني ما على بالهمش هما بالمصالح نتاع العامة نتاع البلاد إلى غير ذلك؟ يا هل ترى ما لقاوش هما مرشح اللي هما يلتفوا حوله اللي هو يلبي الرغبات نتاعهم ويحقق الطموحات نتاعهم؟ يا هل ترى هما حاقدين الجزائر لأنه الجزائر ما عطاتهمش الشيء اللي راهو لقوه في الغرب؟ إلى غير ذلك من الأسئلة اللي راها موجودة. ما دور هذه الكفاءات؟ والجزائر ذاهبة إلى المجهول. إذن الموضوع راه مفتوح، الإخوة والأخوات اللي يحب يجي يناقش هذا الموضوع مرحبا به، راني فتحت لكم الخط. أطلب من الإخوة فقط هو أنه يختصروا في المداخلات تاعهم حتى باش هما يسمحوا الإخوة آخرين باش يشاركوا معنا في هذا النقاش. كان فيه بعض الإخوة اللي احتجوا، قال لك باللي حاولوا أنه يكون تكون المداخلات مختصرة حتى باش يشارك أكبر عدد ممكن من الناس. إذن الإخوة والأخوات، أطلب من كل أخ أو أخت يحب يشارك معنا في هذا النقاش هو أنه يلتزم بالوقت 5 دقائق، ويتفضل يشاركنا في هذا النقاش. نبدأ بالأخ هذا اللي مسمي روحه صابر، ومن بعد نمر لك الأخ عبد الخالق. نجيو لكم إن شاء الله بالوحدة. المهم الإخوة اللي يحب يشارك معنا في هذا النقاش مرحبا به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ صابر، منين راك تكلم فينا؟ مرحبا بك. راني نكلم فيك من ألمانيا. مرحبا بك الأخ صابر. أعتقد هو أن راك سمعت شكرا. المداخلة نتاعي وهذه المقدمة. أكيد. تفضل في الموضوع. مرحبا. طيب، نشكرك على هذا الموضوع، يعني موضوع قيم جدا،
يعني باختصار أنا بالنسبة لرأيي اللي نشوف فيه أنه الكفاءات هما أكبر خطر على النظام الحالي، والشي اللي راهو صاري في البلاد راهم عاملين تهجير ممنهج، يعني يفعلوا أي شيء باه يهجروا كامل الكفاءات. أنا بالنسبة لي أنا كنت في الجزائر، كملت الدكتوراه تاعي، حبيت نلقى منصب عمل ولكن كل المناصب باينة غير فلان وفلان وفلان، يعني يرغموك أنك تهاجر بالصفة ليك. أنا نحكي لك آخر مقابلة عملتها للتوظيف كانت في جامعة من الجامعة الجزائرية. لما دخلت في نجلة المقابلة كان السيرة الذاتية تاعي كانت جد ممتازة. بعض الأستاذ واحد الأستاذ وش قال لي؟ قال لي راك حرجتني بالسي في تاعك، وش راح ندير لك؟ يعني في كل المجالات، يعني في كل المجالات، في الطب، في أي شيء، يعني أي إنسان يعني يكون مبدع هذا أكيد راح يتعرض للتهميش في كامل القطاعات. هذو هما أكبر أعداء للنظام، يعني هما يحبوا أشخاص لا علاقة لهم بالعلم، إنسان جاهلين يقدروا يتحكموا فيهم، وهذا الشيء اللي راح تلاقيه في كل الإطارات. راح تقصي أي شخص في الجامعات، في أي مؤسسات الدولة، تلاقي أغلب المسؤولين والمشرفين على المناصب كلهم لا علاقة لهم بالموضوع، لا علاقة لهم بالمهنة، تلقاه ما يعرف والو، يعني هذا امر يتحكموا مفروغ فيه. منه الاخ صابر، هذا امر مفروغ منه. احنا رانا على بالنا باللي النظام فاسد، النظام فالس، هذا امر خلاص صار من المسلمات، العجايز وانفقوا به. لكن نعم احنا نحوسوا درك على هذه الكفاءات اللي راها موجوده في الخارج، ما هو الشيء اللي يمنحها؟ قال مثلا في الجزائر راها المعرفه والبيستون وكذا. درك هذه الكفاءات اللي راها موجوده في الخارج، راها الان كاينه الوسائل. بكري قال مثلا كانت كاينه القناه اليتيمه او صحف هذيك اليتيمه، الصحف الصفراء، الان راه مفتوحه الانترنت وبامكان هذه الكفاءات هو انه تبرز الطاقه نتاعها. ما الذي يمنع هذه الكفاءات على جال باش تتوحد؟ ما الذي يمنع هذه الكفاءات على جال باش تلتقي؟ يا سيدي ما كانش راه قال مثلا الدوله اللي تسمح لهم على جال باش يلتقيوا، ما مش قادرين يلتقيوا مثل ما الان انا راني نتكلم معك. وهو انه يطرحوا افكار اللي هي تجند اكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات باش يلتفوا حول مجموعه، حول مشروع. ما الذي يمنع هذه الكفاءات في الخارج على جال باش تلتقي؟ يا هل ترى ما لقاوش المناخ اللي هما ينشطوا فيه؟ يا هل ترى هذ الناس راهم هما اثروا هذه الحياه الرغيده في الغرب؟ قال راه يحوس يدير سياره وربما يزوج بواحده من الشقراوات ويدير حياته ويعيش لاباس عليه. يا هل ترى ناقمين على الوضع هذاك في الجزائر؟ إلى غير ذلك من الأسئلة اللي راني كنت طرحتها في البداية. اكيد هذا كاين منه. انا نحكي لك مثلا، عندك بعض المواقف اللي صارت، يعني فيه بعد في مايو اللي فات كان اجتماع هنا في الاطارات الجزائريه في المانيا، حابين يعملوا اجتماع، تواصلوا مع كثير من الناس، لموا كل الناس حابين اجتماع، اتصلوا بالسفاره باه تعطيهم القاعه باه يعملوا اجتماع، ما حبوش يعطيوا لهم والله العظيم شيء مضحك هكذاك. عصب. وبعدين شوف بعد ذلك عملوا كل شيء، ثاني وكان واحد ثاني السفارة هذه ما تهدرليش عليها، ما تهدر لي لا على السفارة لا على القنصلية لا على النظام. النظام انساه، النظام قلنا نظام فالس والنظام فاسد خلاص. رانا نحوسه هو انه هذه الكفاءات تنشط خارج السلطة من اجل ارساء نظام جديد. هذه الكفاءات اللي هي المفترض درك مثلا راها هي الزبده نتاع المجتمع، المفترض ان هو ان هذه الكفاءه تلتقي في اطار واحد اخر. واش دخلني انا في السفاره والقنصليه وكذا؟ الإشكال، الإشكال تراك أنه تحوس على مهما تغيير عملت، النظام، تحوس على تغيير نعم، النظام، تروح لا عند ليس القنصليه تقول هكذا، له بغيت اعطيني نفهمك بلي قاعه. أنه مهما عملوا اجتماع راح يبعثوك ناس مدسين ويديروك فتنة ويفرقوا كلش. عملنا هكذا خطرة، نحاولوا يديروا اجتماع ويبعثوك بعض المدسين شوية شوية فتنة، الآخر قال الآخر قال، يقول لك أنا خلاص تعبت من المشاكل اختي راسي، خلاص يبداو يفرقوا فيهم. يعني مهما يتحدوا راح يبعثوك واحد زوج يدخل الصفوف يقول لك الآخر وقال الآخر وهضر فيك ويفرقوا كلش. يعني تقصد من أنه عملية الاختراق هي اللي راها خلات منع مثل هذه المبادرة تظهر. أكيد هذا هو الشيء، أكيد. نعم، وش تقترح أنت في هذا الإطار هذا؟
يعني الاقتراح اللي انا اعتقد انه اللي في الخارج وحده ما يكفيش، يعني انا نقترح انه التوعيه تبدا من الداخل، لازم يبداوا من الداخل يبداوا التوعيه. يعني انا بالنسبه لي حتى هذه الانتخابات اللي جايه، يعني مهما حصل تغيير مش راح يصير تغيير كبير ما دام الفساد متجذر. يعني لازم يبدا التوعيه انشاء من البدايه، يعني توعي الشعب، يعني لازم تطلع اجيال واعيه واعيه، لانه النظام الحالي عمل على تجهيل المجتمع. يعني 4 عهدات الشيء اللي عملوه انه فسدوا الشعب، يعني خلاص خلوا الشعب جاهل التوه امور تافهه، يعني ما تلقاش عندهم عزيمه، يعني خلاص اصبحوا يهتموا بامور تافهه، ما كانش يعني تلقى شباب او اطارات، اصبح الان كل انسان يحوس على مصلحته. يعني لازم يعاودوا يربيوا جيل يتربى على المسؤوليه ويعطيوا اهداف كبيره غير التي راهم يديروا فيها ضرب. نعم، شكرا الأخ صابر. نمر الأخ عبد الخالق. إخوة اللي تحبوا تشاركوا اطلبوا المشاركة من خلال الزر هذاك اللي راه موجود نتاع المشاركة في التعليق، مش في التعليقات. التعليقات مرات هو أنه يكون تحدث مع واحد ولا ربما ما يشوفش التعليقات نتاعكم. كما أطلب من الإخوة اللي يحبوا يجيوا يشاركوا معنا هو أنه يتصلوا بالهاتف مشي بالكمبيوتر. الكمبيوتر ما تقدرش تشارك، لازم من خلال الهاتف النقال، وتكون عندك الابليكاسيون تاع الفيسبوك وتكون مشغل هذيك الازرار حتى باش تقدر تشارك. اخ عبد الخالق مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. واش تقولنا اليوم في الموضوع تاع الكفاءات هذا؟ الله يبارك فيك. والله الموضوع هو يعني موضوع متشعب، انه موضوع كبير. يعني مثلا لو تطرقنا على مثلا يعني أهمية الكفاءات في بناء الدولة على جميع الأصعدة، في صعيد الإعلام، في صعيد الإنتاج، يعني على يعني أصعدة متعددة. وكذلك لو مثلا تطرقنا إلى يعني عدم أو يعني الأسباب اللي دفعت الكفاءات إلى الهجرة، أو يعني دفعتهم يعني إلى السكوت، دفعتهم إلى يعني الانحياز لصالح الأنانية ويعني ولا صالح يعني النفس. هذه يعني أمور كثيرة لو سمحت لي نتطرق إليها، أو يعني ندخل مباشرة في لا شوف، نقول لك الاخ عبد الخالق، شوف خلينا في الموضوع. احنا دوك لما نتحدث على الكفاءات ماناش نحوسوا احنا على الاسباب اللي خلاتهم تخرج. رانا حكينا في هذا الموضوع اعتقد 5 سوايع في موضوع تاع هجره الادمغه منذ سنوات، وكانوا فيه مجموعه من الاخوه اللي جاوا شاركوا في الموضوع، يعني مهندسين واطباء ودكاتره في تخصصات مختلفه، وناقشنا الموضوع هذاك، وحتى انه اسست جمعيه من اذاعه وطني انتاع الاطارات من هذاك البرنامج. فهمت؟ تم اختطاف الفكره من الاذاعه انتاع وطني، وحتى انه ناس كانوا مشاركين في هذاك الحوار اسسوا هذه المجموعه. هذا الاخ اللي راهو كان يتحدث على القضيه انتاع الاختراق راهو محق في هذه المساله. فهمت؟ احنا الان ماناش نتحدثوا على هذه الاشياء ولا الاسباب اللي هي خلت الناس هي تخرج وكذا. رانا نحوسوا الان من الذي يمنع هذه الناس اللي راهم درك هما في الخارج على جال باش يلتقيوا حول فكره حول مشروع بعيدا عن السلطه. خاطر اللي ضم دوك يجي يقول لي دوك انا الاخ كذا رحنا للسفاره وقلنا لهم، من جهه يقول لك باللي هذه الناس اللي راهم هما في السلطة ما يحبوش الكفاءات وما يحبوش الإطارات، وفي نفس الوقت رايح ليهم أعطوني القاعة أوتوماتيكمون، حاجة من المسلمات. احنا الآن رانا نحوسوا على هذه الكفاءات، ما الذي يمنعها من الالتفاف؟ خاصة والآن احنا رانا نتحدثوا على الانتخابات الرئاسية، يا هل ترى ما كانش مرشح اللي عمر لهم عينيهم؟ يا هل ترى ما كانش مرشح اللي هو راهو رايح يتبنى هذه الكفاءات وهذه الإطارات؟ يا هل ترى هذ الناس هما بحكم هو أنه درك هذا النظام راهو دار مادة في الدستور اللي هي تمنع الناس اللي راهم ربما متجنسين، وبالتالي درك راهم الأغلبية نتاعهم داروا جنسيات أمريكية وبريطانية وفرنسية، وصارت الآن ربما كاين منهم اللي راهو متزوج هو بأجنبية، خاصة اللي عادوا عينيها زروقة وشعرها صفر وكذا، وبالتالي هما راهم آثروا هذه الحياة الدنيا وخلاص صاروا منقطعين عن الجزائر. كاين منهم اللي الآن ربما راهو حتى بدل الاسم نتاعو.
ما الذي يمنع هذه الإطارات وهذه الكفاءات؟ سيما وهو أن الجزائر عندها عليهم حق، عندهم عليها حق، لأنه القاعدة نتاعهم الأساس هو أنه قرأوا في الجزائر. نعم صحيح. والله حتى الناس اللي راهم درسوا في الخارج، حتى الناس اللي راهم درك الآباء نتاعهم هما جزائريين، عندهم عندها الجزائر حق عليهم في كل المجالات. صحيح. هو شوف أستاذ، يعني الكفاءات الموجودة في الخارج أو البعض منها مثلا في الداخل هم أنواع، يعني بعضهم من يغلب عليه جانب الأنانية واللامبالاة والخلود والرغبة في أمور الحياة. شخص مثلا سواء هو درس في الجزائر أو درس في الخارج، يعني هو وصل إلى مرحلة أنه متكون في مجال ما، وهو بالتالي يستطيع أن يسهم في تغيير، أو يستطيع يسهم في وعي، أو يستطيع يسهم في نهضة بعيدا عن مضايقات النظام وغيرها. فبالتالي هو توجه هذا بالتالي هو توجه دنيوي خلاص. شخص مثلا دكتور أو مهندس، غلب الجوانب الحياتية والجوانب المعيشية، كما ذكرتم، مثلا ذهب إلى الخارج وأخذ جنسية، أو هذا قد تزوج مثلا بأجنبية، فبالتالي هو مؤسس حياته كما يقال بأسف بعيدا عن الجزائر وبعيدا عن ما يجري، فبالتالي هو غير عابئ. ومن الأسباب كذلك النقمة مما تعرض له بعض الإطارات في البلاد، من تهميش ومن إقصاء ومن طرد ومن سجن، وبعضهم حتى تهديد. فبالتالي هو هم يخلطون ما بين البلاد التي هي لها حق عليهم، وما بين البلاد التي هم ينتمون إليها، وما بين الجهة أو النظام، التي النظام الذي تسبب بهذا الوضع السيء، أو بهذا الوضع المتعفن. هو المشكلة هم يخدمون النظام، أو يخدمون، أم هم يخدمون هذه الجهات. لماذا؟ لأنه هو الآن كفاءة، هو الآن إطار، لديه مؤهل للقيام بتغيير، للقيام بنشر وعي، فبالتالي هو لما ينسحب وينعزل راهو يساهم في بقاء هذا النظام. هو حط في باله بلي كما نقولوا، كما يقال في العامة، هاي الجزائر، وها كما نقولوا احنا دزوا معاهم. وبالتالي لا، لأنه الآن النظام لو حصل الغوغاء، وحصل العوام، وحصل الناس اللي ما عندهمش تأثير، وجد انعزال الكفاءات واللامبالاة، هو راح يستمر. إذا لم يوجد كفاءات تنشر الوعي وتلتقي وتوعي الشعب وتقود عملية تغيير، النظام راه مستمر. ومن الأسباب كذلك اليأس والإحباط، والذي قد عايشه بعض الإطارات. مثلا شخص تجده مثلا كما الأخ السابق، مثلا قد حصل على شهادة وتعرض للمحسوبية والمعرفة وغير ذلك من الأمور، فبالتالي هو يهاجر ويترك ولا يعبأ بأي ما جرى. لو تصدق، لو تسأل الآن بعض الذين مثلا في الخارج، حتى من الكفاءات، أنا واجهت دكاترة، احنا عندنا دكاترة وناس على مستوى، تسأله تقول له رئيس حكومة ما يعرفش، تقول له الأوضاع أمور خافية ما يعرفش، يقول لك خلاص أنا تركت البلاد بهمها ومشاكلها بأمورها. فبالتالي هذا راح يؤدي إلى نتيجة كارثية، وراح يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. من النتائج أو الأمور السلبية التي نتيجة انعزال وانسحاب الكفاءات، هي أولا استمرار النظام، هذا أولا. الشيء الثاني هو السماح أو ترك المجال لتضليل الشعب، ويعني يعني مثلا على صعيد الإعلام، لما تجد مثلا إعلاميين مثلا هو هم لهم الحق مثلا في الخروج من الجزائر، وجدوا أنه لا يستطيعون أن يقوموا برسائلهم المهنية، لا يستطيعون مثلا ممارسة الإعلام، لا يستطيعون ضعف الجانب المعيشي، فبالتالي لهم الحق في الهجرة. لكن هم في الخارج ليس لديهم أي نشاط، ليس لديهم، لا يشاركون في عملية وعي، فبالتالي هم يسمحون للمرتزقة أو البلطجية، أو الذين يدعون مثلا مهنية الإعلام في الجزائر،
رانا نشوف القنوات اللي في الجزائر، ورانا نشوف الإعلاميين اللي في الجزائر، حتى في الخارج، حتى في الخارج نتيجة انعزال الكفاءات في مجال الإعلام يؤدي إلى يعني بروز الذين يعني بروز المستأجرين من قبل النظام ومن قبل تيارات أخرى، ويعني حتى على صعيد التعليم وعلى يعني أصعدة أخرى كذلك من الأسباب. يعني البعض يعني وأنا يعني سبحان الله يعني الموضوع هذا يطرح تساؤلات كثيرة. يعني مثلا الآن أشخاص مثلا يعني أتت لهم الفرصة في قيادة تغيير، مثلا شخصيات سياسية، وهم انسحبوا. يعني ممكن أنت يعني أستاذ يعني هذا يعني بحكم أنك يعني قابلت يعني شخصيات وبحكم يعني التجربة قد تعرف يعني هذه الأمور، فبالتالي حتى يعني نتيجة هذا حتى الشعب يأس لما يشوف مثلا مرعود حمروشة ويقول لك يمتنع عن الكلام، يشوف مثلا أحمد طارق الإبراهيمي حتى وإن تقدمت به السن نفس الشيء. فبالتالي هذه نتيجة سلبية، الشعب راه يضيع، الشعب راه خلاص يسلم إلى الأمر الواقع. فبالتالي يعني الواجب على الكفاءات يعني بعيدا عن الحجج، يعني في ناس يعني هو صح واقع، الواقع يعني الذي فرضه النظام من طرد من تهميش من إقصاء من، لكن بعضهم يتخذها حجة أنه مثلا من قضية اليأس، من قضية الإحباط، أو خلاص هم رم يحكموا 50 سنة 60 سنة 70 سنة. فبالتالي بعض الكفاءات عندهم الوسائل عندهم الإمكانيات، وبالتالي هم لا يساهمون في هذا. وبالتالي ما أدري هل هم ليسوا مدركين بأن انسحابهم وانعزالهم راح يؤدي البلاد إلى الهاوية، أم الأمر الثاني تناسوا أن البلاد لهم يعني لها حق عليهم. فبالتالي في المقابل شفنا أناس طردوا من الجزائر بعد يعني ما كان يعني الأخ يعني عبد الخالق، بالنسبة إلى راهم أقرب. الإخوة راهم تفضل. ينتظرون، نحاولوا أن نوزعوا الكلمة للإخوة. أسف وأن نأخذ منك الكلمة. طيب شكرا بارك الله للأخ فيك. عبد الخالق. المهم الإخوة حاولوا أن تختصروا الوقت. شوفوا ترى هذا الأخ اللي يرمز للاسم نتاعو عبد القادر. حاولوا أن الإخوة تختصروا الوقت باش ما يملوش الناس، كل واحد ياخذ 5 دقائق باش نمروا الكلمة للإخوة. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام عليكم. ورحمة الله. صاحب نور الدين، أهلا. انا هدرت معاك في كي كان عندك سكايب في اذاعة وطني يا أخويا مرحبا بك، عندها واحد ذكرني. 6 سنين ولا 7 سنين. أيوا ذكرني بالاسم نتاعك ومنين؟ امير أمير. من لندن. مرحبا بك الأخ أمير. المهم عندها سنين يعني ما لباش راح ممكن تفوت. فاش ممكن. المهم يا خويا نور الدين، ان شاء الله تكون لاباس وان شاء الله تكون بخير، الله والاخوان اللي يبارك راهم فيك. هنا. الانسان يكون واقعي وانسان مليح يحب هذا لو كان يتكلم من الواقع، كلام تطبيقي، خاطر حنا الكلام ولي بارول هذوك رانا وي هاد اناف يعني بزاف. حنا ماذا بينا الكلام تاعنا يكون يعني لوجيك وتطبيقي. يا اخي العزيز، الانسان ها العنب كما يقولوا بالعاميه، العنب يتكل بالحبه، والدروج كي تطلعوا السلم تطلعوا بالدرجة، ما نعم تطلعش صحيح انت الدرجة الاولى ما طلعتهاش تحوس على الدرجة الخامسة والسادسة. يعني صحيح الانسان ينظف في البلاد، دقيقة، الانسان ينظف في البلاد تاعه من الرشوة من الفساد. We have to get rid of this regime. ما انت لازم نتحروا اولا من النظام الفاسد هذا، ومن بعدك كي نطهروا البلاد من الفساد والمفسدين، ومن بعد باش نخموا على الاطارات والكفاءات. يعني لا يختلف فيه شخصان باللي الجزائر ما راهيش عاقر وما راهيش يعني ميدل اوف نوير باش تقول لي باللي عندنا اطارات وما حبوش يجوا. في فرنسا لوحديها فقط لو شيفر هذا بلوس دو 20000 دكتور، يعني طبيب في فرنسا لوحدها دوريجين الجيريا. الاطباء والعلماء والمهندسين والمهندسين المعماريين في فرنسا وبريطانيا والمانيا وفي الامريكان يعني ما تحسبوش. يعني الجزائر ما راهيش عاقر، فيها علماء كبار. يعني لا الأخ الجزائر الكريم، موش هذا ما هو راهيش الموضوع، موش هذا هو الموضوع. اصبر دقيقة بس، هذو الكفاءات باش يجوا خويا نور الدين لازم تطهر البلاد اسبق. يعني ما هذه قلناش النقطة باش الأولى لازم. يجيو، قلنا هذه الكفاءات اللي راها موجودة في الخارج
المفترض هو اللي يقود المبادرة. واش راح تنتظر انت دوك من واحد انت تروح يترشح لك انت دوك غاني مهدي وليك كيفاش يقود رئيس المبادرة هو عايش في ألمانيا وفي فرنسا؟ قادر ياخذ المبادرة درك؟ هما راه مجموعة من الإطارات درك، راه من الناس، راه ما لقاوش الناس اللي وجهوهم التوجيه الصحيح، فهمت؟ درك لو كان زين هذه وبعدين؟ المجموعة من الإطارات قال مثلا يتحركوا مثلا مجموعة من الإطارات بعيدا عن السلطة، بعيدا عن السلطة على خاطر السلطة معروفة، بعيدا عن ما راح السلطة نهضروا على في السلطة المهم. مبادرة مستقلة. قال درك مثلا مجموعة من الإطارات والكوادر في كندا، في أمريكا، في ألمانيا، في بريطانيا، في فرنسا، في إسبانيا، في بلجيكا، في كذا، تلتقي هذه الكفاءات، هذه الإطارات من اوكي أجل النهوض بالبلاد. قال راني درك فاهمك، راه مثلا راني درك فاهمك هما مردين. يوجدوا واحد من الإطارات، يا سيدي درك راه كاين قوانين اللي راه تمنع هذه الكفاءات مثلا من الترشح. قال مثلا راه الناس راه واحد متزوج من مع الباليش انا باجنبيه. ولكن يا صاحبي دوك نوليو باش نهضروا درك انا سيدي، واش من لغه نتكلموا بها؟ وعلاش انت ما قلت تكون رئيس ولا ما تخدمش البلاد؟ والله راهم كاينين دوك ماشي الناس في هكذاك البلاد. يا نوردين، اصبر لا 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 اصبرني لا، اصبر اصبر اصبرني، اصبر، نجاوبك راهم نوردين، دوك كاينين ناس في اسمح لي. الداخل في الجزائر. ما الذي يمنع هذه الاطارات وهذه الكفاءات من يعني من اجل ما التقديم؟ تقدرش تخدم في ميليو فاسد يا نوردين. انا راني نهضر معك كادر يا ما سيبيريور، انا قلتلكش كنت كادر انا راح سيبيريور. استثمر، اسمع دقيقة نوردين، ما انا قلتلكش راح كادر استثمر، سيبيريور احنا في على سوما حكاية طلع، خرجت الانتخابات عندي الرئاسية. 18 سنة. اسمع اسمح لي، عندي 18 سنه ملي خرجت من البلاد هذه. انا دوك كنت نتلاقى بانا كادر سوبيريور هنا في الانجليز ولا في المانيا، ومن بعد ومن بعد واش من الفائده؟ رانا تلاقينا وشربنا قهاوي ومن بعد، وراه الحل. الحل كيفاش؟ واش تروح دير في الجزائر؟ انا كاين ناس بزاف نعرفهم ماشي مزوجين غير بعين الصفراء وعين الزرقاء وما على باليش كيفاه، يعني أنا هذه كريم الازواج في يبدو أنك اوروبا ما هذيك ما فاهم عندهاش علاقه، الموضوع. تزوج بكحلوشه ولا باوروبيه ما عندهاش علاقه، ما راناش في الجزائر، ما كاش باباك ويما كيروحوا يخطبوا لك لهنا. رانا نهضروا يعني الفائده تاع العواء تاع الناس في الجزائر كيفاش تخدم البلاد، لازم تطهرها اسبق. تدخل دار عندك فلات، عندك ابارتومون فيها القش، فيها الفوحه، يعني ماهيش مقيه، شكون كيفاش تبدا يطهرها لك؟ يطهرها تعيش لك فيها؟ طليبه لازم والله؟ تنيطوايها قبل. شكون ها اللي يطهرها لك؟ يطهرها لك طليبه ويطهرها لك بالعياط ما ويطهرها يطهرها لك لكش طليبه، اه جوستومون يطهرها لك الشعبي. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا يا بد ولدي لليل ان الكفاءات ينجلي ولا بد العقل للقيد ان ينكسر. لازم الكفاءات الشعب هذا هو اللي اللي راه ينوض موجوده في الخارج وراها، ينيطوايا على روحه. كيفاش؟ الكفاءات هذه اللي راه موجوده في الخارج وراها، يستنى يا عم يستنى حتى كاينين الشعب معمرين، يطهر باقوش لك. يديروا النور دين، واش يديروا؟ واش يديروا؟ كي يتلاقوا واش يديروا؟ ومن بعد هاهم تلاقاو ومن بعد واش راح يديروا؟ هذه الكفاءات لما يلتقيوا هما تصير عندهم قوة الاقتراح، فهمت؟ لما هما يلتفوا حول المبادرة، ها حول المشروع، حول في إطار، وقادرين هما يقودوا البلاد، يقودوها مانيش عارف لب لوين، يوصلوها للنزع، اراني فاهمك نوردين، فهمت؟ نوردين راني لكن فاهمك، درك انت لما نوردين تخلي راني فاهمك. الساحة الثورة خالية، شكون اللي يخطط لها؟ ها؟ ها كيفاش الشكل اللي خط لها؟ الثورة يخطط لها الذكي وينفذها، شكون؟ شكون اللي راح ينفذها؟ الخطة الثورة شكون اللي راح ينفذها؟ يخطط لها الذكي، نعم وراه هو بعد القائد هو الذكي الإطار. وشكون اللي ينفذها؟ ينفذها الإطار. شكون اللي يكون في الصفوف الأولى؟ ينفذها الشجاع، أو بلغة أخرى يقول لك المتهور. كل واحد واش عنده فيرسيون تاعو. راك تسمع، ما انت هذوك هذيك الناس هذوما الاطارات اللي راك تخمم عليهم. ماشي كل اطار يا خويا نور الدين، لازم تفهم حاجه، ماشي كل اطار ذو اخلاق، ماشي كل اطار ذو روح وطنيه، ماشي كل اطار ذو روح اسلاميه او بعد اسلامي. يعني كل كاين ناس الأخ قرات الكريم وما عندوش، ما عندوش راك علاقه، بعيد قرا عن باش يخرج من راك الجزائر. بعيد عن الموضوع. المهم الأخ الكريم شكرا على المداخلة نتاعك، نمر للإخوة آخرين. شوفوا ترى هذا الأخ عبد الرحيم، الإخوة والأخوات ماذا بكم على الجل فقط باش تلتزموا بالعمل نتاع الوقت، 5 دقائق المداخلة باش تخليو خاوتكم الآخرين يتكلموا. أخ عبد الرحيم مرحبا بك. السلام عليكم اخ نور الدين، كيف الحال؟ الله يبارك فيك، واه غادي ندخل ديريكتومون في الموضوع. كي تفضل. راك تتكلم على الكفاءات اللي راه موجوده في الخارج، راني نقول لك اخر، انا في رايي انايا الكفاءات لو كان يقعدوا في الخارج ما يديروا والو، لازم قاع يتلايموا يتجمعوا ويدخلوا في الجزائر، ما يقدروا يديروا والو
هما موجودين في الخارج اصلا. الشعب اللي راه الجزائري اللي راه موجود في الجزائر ما يتبعهمش، راك عارف كي خموا الجزائري يقول له كيف تايم في الخارج ورانا باغيينك تتبعوا. دونك الى رانا باغيين نبروفيتو من هذه الكفاءه، لازم هذه الكفاءات يدخلوا الجزائر والنضال يبدا من الجزائر. ايوا هادو سوف اصلا هذاك خرجوا، هو من الجزائر، خرجوا نتيجة الفساد، خرجوا نتيجة سد الآفاق، خرجوا نتيجة الظلم، القهر، الرشوة، المحسوبية، هم راهم موجودين في الخارج. ولكن ما هذه يقدر الكفاءات كاين منهم اللي راهو درك هو خلاص بالنسبة ليه الجزائر هذه خلاص كانت وانتهت، ولكن في المقابل فيه ناس اللي راهم درك هما حابين يخدموا الجزائر وحابين يقدموا للجزائر، لربما راه ما لقاوش الاطار اللي هما يلتقيوا فيه، لربما احنا الان من خلال هذا الحوار ومن خلال نشاطات اخرى رانا نسعوا من اجل تحسيس اكبر عدد ممكن من الناس، لربما نلقاو اطار، احنا دوك في هذا الاطار تاع المصالحه اللي رانا ننشطوا له منذ سنوات، يا سيدي عاونونا عاونونا، هو انه نقدروا نجبدوا اكبر عدد من الكفاءات هذه، كاين هناك نشاطات نقدروا نقوموا بها، لا بالضروره تكون في الجزائر، قادرين دوك احنا ما تقدرش نديروا تغير، ما تقدرش مقابله تغير تاع الدنيا كره القدم، من نديروا خارج. تورنوا، قادرين نديروا تورنوا في لا سويس، تورنوا في فرنسا، تورنوا في الانجليز، تورنوا في كندا، غير فقط مقابله تاع كره القدم، تلتقي الناس، قال مثلا عائلات جزائريه موجوده في الخارج يديروا باربيكيو برا في الخارج، ويديروا قصره شعبي ولا ما سطايفي ولا مش عارف، انا تلتقي الناس حول كلمه تجمع هذه الكفاءات هذه راني داكور بافكار معاك. مختلفه، قادرين نديروا احنا ما على باليش انا كروازيير تلتقي فيه كفاءات تنتقل قال مثلا فوق باخره وتمشي من دوله لاخرى، قادرين نديروا افكار، هو انه يلتقيوا الناس هذو ويعطيوا صوره، يعطيوا صوره للجزائريين والجزائريات، ولكن في هذا الاطار نتاع الانتخابات قادرين هما يلتقيوا، لما تكون هناك يعني يا أخ هذه نور الدين، الكفاءات تلتقي فيما بعد تصير هي عندها قوه الاقتراح غدوه، هو انه الناس كما راهم دوك الناس راهم دايرين لوبيات، فهمت، اللوبي نتاع الاعلام، صاروا دوك اللوبيات نتاع الترافيك ونتاع التهريب هما اللي عندهم القوه، والاطارات قاعدين هما التي رايح نولي نقول كلام مانيش عارف كيفاه. يا الاخ نور الدين تتلاقى به الكلام. احنا في الوقت الحالي ما خصناش الكلام، خصنا الفعل ديريكت، واش رانا نهضروا؟ خصنا الفعل ديريكت. واش دوك رانا اللي بغى نهضروا؟ يغير الكفاءات، الا بغاو فريمون يغيروا الشعب يتبعهم، لازم يدخلوا الجزائر باه يغيروا. ما في الخارج انا اشوفه عربي زيتو طرا فيه 25 عام هو يهضر ما دار والو، كون يزيد 25 عام وحده اخرى ما غادي يدير والو. دوك اللي بغى التغيير، حنا رانا نتكلموا، رانا نديروا حاجه مليحه، راك فرق تكلمنا بين وانا واحد تكلمنا راك راهو رانا تلاقوا. يتكلم ويحلل وراهو يعطي في وجهة النظر في مواضيع معينة، وفرق بين واحد اللي راهو يطرح في أفكار اللي هذه الأفكار لو كان هي تلقى من يجسدها راها تحرك، فرق بين واحد اللي راهو يمتلك أفكار وبين واحد راهو يتكلم من أجل الكلام. راني معاك، راني معاك، انا اعطيتك رايي، انا هذا هو رايي اللي قلته. انت شكرا تسمى اخي شغل نور، انت بارك الله. ترك طرحت واسمه طرحت اشكال في حد ذاته، انت من جهه هلا هو راه انا هذا ما رانيش الاشكال. زعفان عليك، اسمع الاخ الكريم، ما رانيش زعفان عليك باش تكون في الصوره، راني زعفان على الوضع وراني نحاول نستفز، مرات نستفز عمدا من اجل على جال باش لا ربما يتحركوا ناس، انت درك كيفاش انت تشوف، انت واحد قاعدين يديروا به في السرك في الجزائر وهذه الاطارات ما تقدرش تتحرك، يا خويا في الجزائر ما تقدرش تتحرك، قال ما يعطيكش قاعه، قال راه من الامن بالمرصاد، قال راه من الوسائل تاع الاعلام مستعملين هذيك السياسه تاع الغلق، ماكش قادر تحط في الفيسبوك، ماكش قادر تحط في اليوتيوب، راني فهمت، معاك يا الأخ نور الدين، هان ولكن كاينين، الشعب ما يتبعش. نعطيك واحد برك من الاطارات ومن الكفاءات اللي راهم موجوده، هاو كاين واحد من الكفاءات أعطيني اعتقد راه موجود في قطر، موجود في قطر واسمه هو دكتور، في دراسة. خاطي واسمه واحد دكتور
راح لي الاسم نتاعو موش حاضر معايا الان. المهم راهو يقوم بمداخلات، مر على مره يدير مداخلات علميه، فهمت؟ ولو راهو يتحدث يدير في كان اسمه دروس ولا كذا، من اجل العلاجل يتحدث. لو كان درك يكونوا في مجموعه من الاطارات ومن الكفاءات، يا خويا ماكش حاب تحدث في السياسه، تحدث في الدومين اللي راك تحدث فيه. قال مثلا ما على باليش انا في الفضاء، قال مانيش عارف انا في الرياضه، قال في كذا. دوك حنا هذيك انت هذاك الدومين هذاك نتاعك حنا راهو هو يقدم خدمه للمجتمع الجزائري. قال تبان، ها هي كفاءه بنت، ها هي في قطر، ها هي كفاءه بنت، ها هي في بلجيكا، ها هي كفاءه بنت في بريطانيا، ها هي كفاءه بنت في المانيا. هذه الكفاءات هذه تلتقي، جي مع الفرصه من خلال التواصل. لما قال لك حنا دوك هذه عن طريق صفحه نتاع المصالحه، راه قال بوان دو روبير، فهمت؟ صفحه وين انه تلتقي، نلتقي درك. قالها فرصه من خلال هذا النقاش هذا، تلتقي هذه الكفاءات، فرصه نلتقي، ومن بعد يكون فيه تواصل. اعطيني التليفون تاعك، اعطيني لادريس تاعك، تبدا الناس تفكر من اجل قال عقد لقاء، فهمت؟ لقاء. ما عندناش الوقت، شو رايكم لو كان نديروا فيها حفله بمناسبه، قال مثلا اول نوفمبر، واش رايكم لو كان نديروا حفله بمناسبه 5 جويليا، نديروا نشاط، نديروا كذا نديروا كذا. وفيما بعد لما تلتقي هذه الكفاءات وتصير عندها قوه اقتراح من خلال النشاطات اللي تقوم بها، فيما بعد انت تقدر انت تقعد متهمش ومخلي الساحه مخليها للرعاوين ومخليها تاع البهلوانيين هذوك يديروا فيها السرك. ومن بعد قال والله راكم تشوفوا البلاد وراكم تشوفوا في البلاد وراكم. ما عندناش الوقت يا اخ نور الدين، راك تشوف الخرده الخامسه راه باقي لها شهرين. لازم 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 اللي بغى التغيير لازم في الجزائر، كما راهم دايرين غاني مهدي ورشيد نكاز، مالغري ما رانيش داكور معاهم في زوج، ولكن لازم الشعب يتبعك من الجزائر. ما عندناش الوقت، وإلا فات الخردة الخامسة، إلا فاتت هذه الخطرة هو البلاد راحت، ما ينفع فيها لا كفاءات لا والو. هذا ما بغيت نقول لك الأخ نور الدين. شكرا الأخ عبد الرحيم. نشوف الأخ محمد، الأخ اسمه خرجت، لا إله إلا الله، كان واحد الأخ قبيل كان يطلب في أخ محمد. مرحبا بك أخ محمد، مرحبا بك، مرحبا، وش راك شيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الموضوع تهضر عليه الكفاءات ومع المرحله تاع الانتخابات، حبيت بك استاذ نقول لك واش راك تهضر هنا. صح راك في صواب، وصح الكفاءات هنا كاينين بزاف في الخارج، وما درنا والو، ما درنا والو، والسبب ما نقدرش نقولوا ما عندناش الوقت، والسبب ما نقدرش نقولوا النظام ما خلاناش. عندك الحق، كي رانا في الخارج عندنا الحريه باش نمارسوا مليح واش نحبوا، ماشي كيما في الجزائر. وقادرين بعد كيما قلت استاذ، كي تكون عندنا صدى وقوه قادر بالك تعطي تاني يسمعونا في الجزائر، قادرين. هو كيما قلت استاذ، انا بك حبيت بك شغل ماشي نعطي افكار ولا شغل بالك توجيهات، هي واش قلت تاع جمع الكفاءات كيما عبر دي زعما ماتش في حفلات، زعما كيما دوك عبر الحصص تاعك. انا كل ما نشوفك استاذ نسمع واحد في كندا، واحد منا في فرنسا، واحد في جنيف، واحد في هادي، والله يبارك كاع متخلقين واعيين وعندهم فكر، وكاين اللي ما كاين اللي ما عادش بصح يسمع لا. يسمع لك ومن هادي شغل. الحمد لله في القناه تاعك كاين بزاف ناس متقفين، تما كان نقدروا زعما نديروا جمع، زعما انا قال جمعنا كفاءات، وزعما انت استاذ تنسق هذا ميتال برك، زعما نديروا جمع ومن بعد كي نديرو جام قادرين نديرو تأثير، قادرين نديرو حفلات، واحد كيما قلت واحد يحل قناة فيسبوك في يوتيوب، نقدر نديرو جمعيات، نروحو عند الطلبة لي زيتيديون في الجامعات، كاينين بزاف لي زالجيريان، ومن بعد تما كي تكون عندنا قوة نقدر نديرو تأثير سياسي، أو كاين قنصليات، كاين هادي، نديرو تجمعات، ومن بعد نقدر نديرو الوعي، والوعي عنده طرق. كيما قلنا في فيسبوك نقدروا نديروا شغل كتابات صغار، كي تكون استاذ الغاشي كل واحد عنده الريزو تاعو،
دوكا واحد صح تبالو ما جاياش وما نقدروش، بصح وكان زعما يجتمعوا الكفاءات نقول واحد 1500 واحد 200 واحد نقدروا نديروا تأطير. هو استاذ السبب الاول، لا ماشي ما نقدروش نقولوا سبه الحكومه وما خلاتناش كاك، على ان نضع على الناس اللي في الخارج وانا منهم، ما هي وشنو ما عندناش الثقافه تاع هاديه تاع نديرو قال يا ودي الواعي، وحنا دوك حتى كي لحقنا الانتخابات شغل اللي الشعب بدا يتفطن ويشوف باللي صح هكذاك، وبعثوا بوتفليقه في العهده الخامسه والناس دوك اللي راه حكمها الوعي، وكما يقولوا ما راهيش روطه الوقت، تسمى مازال عندنا الوقت وقادرين ما الواحد ما ييأس. وعلاش دوكا فاش مليحه هذه تاع العهده الخامسه راهي شوف، نقول بزاف لك دات الاخ الوعي الكريم، للناس. انا مانيش من النوع هذاك اللي هو يربط روحه بموعد. كاين بعض الناس اللي راهو درك، هو بك انا راني نحكي في موضوع ما رانيش نحكي فيه لموعد محدد، ولو انه راني نحكي في الموضوع الانتخابات الرئاسيه، ما رانيش نحكي فيه كي نقول انا الانتخابات الرئاسيه، هذا الموضوع اللي نتحدث فيه، هذا الكلام اللي انا نتكلم فيه الان، راهو قادر دوك نتاع على 10 سنين تعاود تسمعه تلقى الكلام تاعي باللي راهو يتماشى على 10 سنين، على 20 سنة، ما راهوش خاص. قال مثلا ولو انه راني نتحدث على الانتخابات الرئاسية الان، ولكن الكلام تاعي فهمتك. راهو صالح على 10، على 15، على 20، على 40 سنة. احنا دوك فهمتك لما رانا أستاذ. نتحدث درك احنا على هذه الكفاءات، الشائع اللي راه موجود دركا في الداخل هو انه قال لك هام جاو لي زيميغري، هام جاو لي زيميغري، واش هاو جاب سياره، واش هاو جاب ما على باليش انا كذا، هاو جاب لبس هذيك، هاو دار الحطه هذيك، هاو دار الحيطه هذيك، ومن بعد قاعدين الناس راه تنتظر، قال تشوف الفليزات كي يعودوا داخلين وكي يعودوا خارجين، فمش قادرين هاد المهاجرين هم يبدلوا هذه النظره النمطيه من خلال نشاطات اللي هي قادرة تساهم في النهضة نتاع البلاد، فمش قادرين هالكفاءات اللي راهم موجودين في الخارج هو أنه يديروا نشاطات على المستوى، على مستوى عواصم مختلفة، وفيما بعد يعطيوا نظرة مش غير فقط في الجزائر، في العالم كامل. قال شوف الكفاءات الجزائرية هاي نهضت بالبلاد، كانت الجزائر راها قال في الحضيض. شوف قاعد انت دوك انت تهضر على سعيد بوتفليقه وخوه سعيد بوتفليقه وخوه سعيد بوتفليقه، والجزائر شكون اللي يهضر عليها؟ صح كاينة منها، صح صح هي كاينة منها أستاذ. مي دوك هاد الكفاءات دوك أستاذ، الانتخابات هادوما دوك ولا جاز بوتفليقة ولا أفلان ولا ما على بالي شكون اللي حيحطهم بعد، رايحة دوك ملكية تاع 20 سنين واحد أخرين، ده هو المشكل. علاش دوك هاد الانتخابات راهي شوية شغل كيما نقولوا راهي شغل فيها ضغوطات على الشعب، باسكو الشعب هذا وين شغل لو بداو يحكموا الواعي وقال لك دوكا خلاص هم شافوا باللي قادرين الدولة هذه دير كلش، قادرين يكملوا دوكا يزيدوا 20 سنة، ودوكا الناس اللي تهضر معاه قاع مقلقين. البارح نسمع هذيك المرة هذيك من كندا مسكينة مقلقة، هذيك الغاشي قاع الناس قاع مقنوط دوك. هو دوكا الانتخابات هي فرصة، وقادرين قادر الشعب قادر الشعب هو يحدد يدير التغيير. مي وشنو لازم الوعي؟ الوعي هو الصح، ماشي قال نكاس خديري وهذوك المشاكل الوعي لازم الشعب خصو دوك الوعي. كاين دوك اللي راهم بحرين، كاين اللي راه مع نكاس، كاين اللي راه مع خديري، وكل واحد مع من راه. واستاذ حبيت بك ندير نقطة على نكاس، ولا غير ماشي حرام عليه ولا ما عباك، هو استعرف اليوم ما كان يهضر قال لهم الرزق تاعي يجي منا والرزق تاعي هكذا، ولا غير شغل واحد اللي يشوف مليح عباك شغل هاو يخدع بزاف الناس. كيف انت دوك تقول عندي عقار ومنا وهادي، وباك يحوسوا عليه في 2018 اللي عنده، يا ودي هذا الانسان هذا، يعني نقول لكم حبيت بك نقول خلينا للناس من اللي راهي جد تسمع. ارحم والديك، خلينا نركز لنا على الموضوع تاع الكفاءات من فضلك، خلينا من جد وتكلمنا عليه بما دوك فيه استاذ الكفاية. الكفاءات كان مثال، كيف مثال استاذ دوك الكفاءات هذوما احنا دوكا قادرين يحدوا التغيير، وهي المسؤوليه راهي فينا في الخارج استاذ، قادرين نديروا كلش، نعم، شكرا تحط كري شكرا بلاصه، للأخ تحط محمد، هذه تجمع. شكرا. نحاول هو أنه نختصر من الإخوة على جد باش نطلع أكبر عدد ممكن من الناس.
نشوف ترى الأخ هذا مهم الإخوة. نشوف ترى كل مرة نطلع واحد من الإخوة على جال باش نثري النقاش. وماذا بكم الإخوة هو أن تختصروا فقط في الوقت وتركزوا على الموضوع. يا الله يا كريم، باش ما يروح لناش الوقت هكذاك خارج الموضوع. موضوع هو حول الكفاءات الجزائرية اللي راها موجودة في الخارج والانتخابات الرئاسية. راني طرحت أسئلة في بداية هذه الندوة وهذا النقاش وهذا الحوار، ولا بأس هو أن أذكر يعني ببعض الأسئلة اللي راها طارحة فوق نفسها. يعني هذه الكفاءات هذه اللي راها موجودة في الخارج، ما الذي يمنعها؟ راني دخلتك اللي كنت تقول باللي دخلني اللي مسمي روحك عمر كرفا. شكون يزيد؟ شوفوا ترى هذا الأخ واسمه، شوفوا ترى هذا الأخ آدم. شكون الأخ يزيد رابح؟ قل له يطلب، قل له يطلب الإضافة، ما راهوش موجود في القائمة. موضوع راه مكتوب في العنوان تاع الفيديو الأخ عمار، حول الكفاءات. مشكلة في الخط نتاعهم هاك، تشوف كل مرة تطلع واحد يحكم لك الوقت هكذاك ومن بعد ما كانوا قالوا. الأخ آدم راني طلعتك، شوف شوف ترى مع هذا الأخ رابح هذا. الو، مرحبا. السلام عليكم استاذ، لاباس؟ وعليكم السلام ورحمة الله. انا واش تكلمت تقول معك. الأخ رابح في الموضوع نتاع الكفاءات في الخارج؟ الموضوع تاع الكفاءات الجزائريه في الخارج، بالنسبه لي انا الكفاءات الجزائريه في الخارج راهي مشتته بزاف، مشتته، وعندهم اسباب كثيره باش سما كانوا هكذا مشتين. كاين اللي كي راحوا منا من الجزائر، سما انا مقيم هنا في الجزائر، راحوا بنقمة على الوضع تاع البلاد. نعم سما كي راحوا للخارج، كي راحوا للخارج شغل كما نقولوا بالعربية، عملوا قطيعة مع الوضع اللي هنا في البلاد. سما انفصلوا نهائيا على الوضع اللي هنا في البلاد. مثلا وكاين ثاني اللي راحوا في الامور تاعهم الشخصيه كما قلت انت، مثلا للأسف الشديد خرج هذا الأخ. شوفوا ترى هذا الأخ ياسر، الأخ علي نعرفه، هذه المسائل هذيك نعرفها، هذه على بالنا. المهم إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا مداخلات ولا هذيك، يطلبوا الإضافة على جل باش نطلعهم ويفيدونا بالمداخلات تاعهم فيما يتعلق بهذا الموضوع تاع اليوم. كاين ناس هما ما يحبوش هذيك المواضيع اللي هي فيها تحمل أفكار، ولا يحبوا تاع الهواش ويحبوا العياط ويحبوا أمور واحدة أخرى. ما يحبوش هذاك النقاش الهادئ اللي راه مبني على الأفكار ومبني على الإقناع ومبني على
النظرة الأخ ياسر، راهو عندك مشكلة في الخط نتاعك. شوفوا ترى هذا الأخ مراد ياسر، راني طلعتك وعندك رفض من الجانب نتاعك، ربما عندك مشكلة في الخط نتاعك ياسر دمبري. ايه واضح. وعليكم السلام الأخ صلاح الدين. المهم الإخوة، مرة على مرة كي نكون نتكلم راكم تعرفوا باللي ما نقراش التعليقات كلها، لكن كي يكون ما كانش متدخل نقدر نقرا التعليقات هكذا للأسف الشديد الأخ اللي دخلتك الآن مراد، نزيد نعاود نجرب لأنك راك رفضت، بعت لك الانفيتاسيون ومن بعد رفضتها، بالتالي ما كيفاش راح تطلع انت. زيداني تعاود طلعتك مرة واحدة أخرى، لكن رفضت المرة هذه سلم بالعافية. وعليكم السلام الأخ أحمد. أخ مراد مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من راك تكلم فينا الأخ مراد؟ من الجزائر. مرحبا بك الأخ مراد. يا اخوي الله يعزك الله يخليك. المهم عجبني انا الموضوع تاع اليوم هذا تاع الكفاءات وكذا. نعم. دوك يا اخي العزيز، دوكا صح كي عنده يروح للخارج وكذا، فيه من يدير شغل حياته برا اخر من يدير لها هنايا. علاش تخصيني نورمالمون؟ علاش؟ لماذا؟ لأن باسكو أولا الخلصة قليلة، دراهم قلال، ما عندوش كي شغل حق كيما اللي عنده برا. برا يقيموه، لهنا يوم ما قريت تكون عالم ما يقيمكش. ما هوش هذا الموضوع تاعنا الاخ مراد، هما دوك راهم خرجوا انتهى الامر، حنا ما نحكيو لا على الاسباب اللي خلاتهم يخرجوا لا على الامور تاعهم، ماناش نحكيو عنها على هذيك الاشياء، مش هذيك هي الموضوع تاعنا. حنا رانا نحوسوا علاش هذه الكفاءات اللي راها موجوده في الخارج ما راهيش تتفاعل مع بعضها البعض، ما راهيش قوه اقتراح. وكنت لما تخلي انت درك مثلا الساحه فارغة، فيها راهو خالد بو نجمة وفيها طليبة وفيها بلعياط وفيها دعدوعة وفيها ذاك وفيها ذاك وفيها ذاك، للأسف الشديد خرج مخلي لي انت درك الساحة فارغة، وهذه الكفاءات اللي المفترض راها في الخارج هي تلعب دور بعيدا عن السلطة، قادر درك هما يتحركوا في إطار نشاطات مختلفة، يديروا لقاء يا سيدي في 10 سنين، هاي ما مش قادرين يديروا في لقاء تقي هذه الكفاءات كل قال مثلا 4 5 سنوات في اطار تاع قال مثلا مؤتمر ولا كذا، وتقدم قوه اقتراح هذه الكفاءات اللي راها موجوده في الخارج، قال لي واللي يخرج المرشح نتاع الانتخابات الرئاسيه من طرف هذه الكفاءات، لما لا؟ شوفوا ترى هذا الاخ رضا، رضا مايدي. أخ رضا مرحبا. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس؟ أنا اليوم راني طلعت لاباس، هاي ما كاش مشكل في الإنترنت. مرحبا. واش تقولنا اليوم في الموضوع نتاع الكفاءات؟ يا استاذ على كل حال بارك الله فيك، الافكار اللي عندك ما شاء الله. الكفاءات انا اللي من ناحيه الكفاءات عندي حاجه الاضافه اللي نقولها، ما عندهمش يعني قضيه ما يهمش يامنوا بها. الانسان اللي عنده كيفاش؟ قضيه يامن بها راح الو راني نسمع فيك. قلت لك ما عندهمش ما همش يقولوا مأمنين بالقضية اللي راح يديروها. يعني الإنسان اللي يكون تكون عنده قضية في راسه راح يديرها وراح يلحق ليها، ما يحبسه حتى حاجة. ألو راني نسمع فيك.
الو، مشكل من عندك؟ للأسف أخونا هذا خرج. نشوف ترى الأخ عبد الخالق، يبدو هو أنك أخ عبد الخالق، مانيش عارف، حبت تزيد تدير. شوف ترى نزيد نعاود، ترى نجرب معك الأخ ياسر، بالك المرة هذه تطلع. يبدو هو أنه كان فيه مشكل في الخط على الإنترنت. الأخ آدم راني طلعتك قبيل. فهمت الأخ آدم راني طلعتك قبيل. المهم زيد عاود اطلب الإضافة نطلعك أخويا وتكلم. مرحبا بك الأخ آدم، أنا الموضوع هذا راني دايرينه الكفاءات. فهمت الأخ علي تحب تشارك معنا؟ مرحبا بك. السلام ايوه عليكم هاك اخوي مبدع، المرة هذه هاك طلعت. ايوه وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. كنت نكتب لك اخوي النردي، كنت نكتب في ميساج اللي جي با يو لو طون يعني دو ريبوند، هذا ما كانش عندي الوقت غير باه ريبوندي. شفت الميساج هذاك، سيتي ترو طار يعني. معليش، في الموضوع تاعك هذه في الجاليه الخارجيه، ماشي الجالية، أنا نهضر على الكفاءات، الكفاءات اللي راها موجودة في الخارج. كي تقول الجالية الناس الكل، حنا راني نحكيو على الكفاءات. الكفاءات هذه اللي راها موجودة في الخارج، ما هي العواقب ولا العقبات، ما هي العقبات اللي راها هي تخلي هذه الكفاءات اللي راها موجودة في الخارج لا تلتقي؟ ما هي العقبات اللي تخلي هذه الكفاءات يعني باش تصير هي قوة نتاع اقتراح؟ انت دوك راك تشوف مرات تلقى دي كلون مستعملين ضغط. قال مثلا ها مجموعة تاع الباترونة، مجموعة نتاع أرباب المهام، ربعة ولا خمسة من الناس يمشيوا في وفرضين أمر واقع. مرات تلقى مجموعة قالوا كلون من الصحافة، صحافة قال مثلا فرنكوفونية، عندهم ان كلون تاع مجموعه من الصحفيين يفرضوا واقع، فيما الاغلبيه مشتته. لماذا هذه الكفاءات لا تلتقي؟ قال مثلا راهم كاينين الناس اللي راه عندهم توجهات معينه. يا سيدي وين باقي التوجهات؟ ما كانش كفاءات وطنيه تلتقي في اطر مختلفه، ولكن تصير هي قوة اقتراح، وتصير هي قال مثلا غدوة يخرج المرشح أو تزكي هي المرشح، وتصير هي قال مثلا غدوة تفرض مثلا في نمط معين على الناس اللي راهم في السلطة، قال مثلا من أجل مثلا فتح مثلا مجالات مختلفة للاستثمار إلى غير ذلك. وين راه هذه الكفاءات؟ هل ترى هذه الكفاءات لا تتمتع بالوطنية؟ هل ترى هذه الكفاءات راه هي آثرت هذه المصالح الدنيويه على 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 واسمه على المصلحه نتاع البلاد؟ يعني هناك كثير من الاسئله المطروحه حول هذه الكفاءات في الخارج. هل ترى ما لقيتش الاطر الصحيحه اللي هي تنشط فيها؟ ما لقاوش ناس صادقين، لانه الناس راهم اصيبوا بالاحباط وباليأس مثلهم مثل فئات كبيره في المجتمع، وبالتالي هم خرجوا وخلاص صارت عندهم قاطعه كما كان يقول الاخ قبيل. يعني هناك أسئلة كثيرة اللي تدور حول الموضوع تاع هذه الكفاءات. خويا النردين، نكون معك صريح، انا نكون معك صريح. شفت القرعه تاع الغاز كي تبدا رايحه تطرطق هكذاك، انا هكذاك انا مانيش حامل الجروده هذو اللي حاكمين البلاد، مانيش حاملهم ومانيش قادر من با نهضر. يعني قادر نهضر في الموضوع هذا، بصح يعني كنت نستنى موضوع واحد اخر. وش الموضوع اللي راك قلت راح نطردك؟ اصبر اصبر باه ما نقطعش. وش من موضوع اللي انت راك حاب انت وقال الناس راهم حابين يتكلموا فيه نديروا عليه نقاش؟ وش من موضوع؟ خليوا الناس تفرغ شويه. وش هو الموضوع؟ انت كان واحد يهضر قبيل،
في كنت نحكي معاه، كان مداير المباشر تاعو يحكي ما ديروش المانيفيستاسيون هذه، ما ديروهاش، ما كان له باسكو ما تديش بنتيجه، لا خاطر لازم تروحوا تفوطيو، لازم تروحوا تفوطيو. انت سي محمد، الناس راحت فوطات في 92، خرج الفيس، علاه ما عطاولوش السلطه يا اخي؟ داها الفيس، علاه ما داش السلطه؟ علاه ما خرجش الفيس؟ دوك الخطره هذه يهضروا الناس، يقول لك ما تكسروش ما ديروش. هي صح ما تكسروش، لازم تكون فيها، لازم يكون الشعب واعي صح باه دير مانيفيستاسيون، لازم تكون مانيفيستاسيون نظيفه، بلا تكسار، بلا حتى بلا شغب، بلا والو. نعم ان شاء الله نديروا عليها موضوع، الاخ ياسر هذيك ان شاء الله نديروا عليها موضوع ولا موضوعات، فهمت؟ ما عندنا ما نخاصم، يعني نفتحوا البث، وحنا اليوم احنا رانا نحوسوا كل مره نتطرقوا لشريحه من شرائح المجتمع، على جال باش كل الناس هذو يشاركوا في هذه القضيه نتاع الانتخابات. اذا ما كانش الانتخابات اليوم تكون غدوه، حنا الان نحوسوا على جال باش نبعثوا رسائل لهذه الكفاءات على جال باش تتحرك. لا ربما كاين الناس اللي راهم يسمعوا فينا يفكروا في انشاء اطار، او ربما يلتحقوا بنا وتتضافر هذه الجهود مع بعضها البعض على جال باش نلقاو الاطر اللي نتحركوا فيها. حنا اليوم نتحدثوا على الكفاءات ان شاء الله، بالك يجيب ربي، ربي فيه ما ربي ما كيما يقول لك ما فيه غير الخير، ربي يجيب الخير ان شاء الله. ان شاء الله، اللهم امين ان شاء الله. والناس اللي كيعود يحكي والله ما ماك في الاطرونجي ولا راك في البلاد ولا بين روحك، ما تخافش، ما تخاف ما والو، بين روحك نورمال، ماشي مليح ماهوش مليح، نورمال، قطع فيه، دير اهدر واش حبيت وصاي يا اخي. هذه مال لي خدي ديمقراطيه، قال لك الديمقراطيه دوك نقطع فيك وصاي، هذا ما كان. نعم شكرا للاخ ياسر، يبدو هو انك ماركش مهتم بالموضوع. شكرا للاخ ياسر، شكرا. نشوف ترى الاخ هذا علي ما عندكش الكاميرا، فهمت؟ ربما راه الاخ علي بودن، ما عندكش الكاميرا الاخ علي، ما راكش موجود في الاخر، ربما راه عندك بوطون. شوف كاش واحد من الاخوه، شوفوا ترى مع الاخ هذا فروخي نفس الشيء، فهمت؟ نفس الشيء. شوفوا ترى مع هذا الاخ ادم، نزيد نعاود نعطيك فرصه ادم هذا. الاخ عمار ما فيش مشكله، مرحبا بك، المهم اطلب الاضافه ودوك نطلعك، ما عندي حتى مشكله. الاخ عمار خوشة، مرحبا بك اخويا، روح طلعنا وفيدنا. ما تقدرش تشارك الاخ علي؟ لا لا، لازم بالهاتف النقال، لازم المشاركه بالهاتف النقال مشي بالكمبيوتر. كمبيوتر ما تنجمش، ما تقدرش، هذه ابليكاسيون دايرينها غير الهاتف النقال برك، ولازمك تكون عندك الانترنت قويه باش تقدر تشارك. شوفوا ترى هذا الاخ عمار هذا، اصبر الاخ عمر من زيرالدا، اصبر شويه دوك ان شاء الله نطلعك. الاخ محمد، رانا تحدثنا عن الموضوع هذا مرارا وتكرارا، والله العظيم راه مرات الواحد غير الفم نتاعو مرار من الهضره هذه. والله العظيم ساعات يقول لك واحد تهضر معاه تهضر معاه تهضر، ومن بعد يقول لك يطرح لك سؤال يعاود. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ عمر. واش الحال اخويا نور الدين؟ والله لاباس، الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الاخ عمر؟ يا اخي كلمت واحد النهار ونشعتني والله، زعفتني وانا قطعت انت، قلت انا كنت نتكلم معك يعني بعفويه، ومن بعد قلت لك انا ما نمنش بالانتخابات، راه من بعد انت قلت لي شغل شيعي ولا واش؟ ما شفتش على ما شفتش على ما شفت انا ممكن. قلت لك ممكن ممكن
ممكن اسمع، ملي كان ممكن بعد بالك فيه يذوك مرات انت اسمع مرة. خلاص اسمع خلاص اسمع اسمع خلاص خلاص راني اخي تفكرت. ملي كانت عندك اذاعه وطنيه انا كنت انتبهك، ومن بعد اسمع انا هضرت لك رايي. ما قلت لك الشيعي، ما قلت لك ايه قلت لي الشيعي. وقلت لي تمارس انت لا 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 لا، كنت كنا نحكيو في موضوع، من بعد انت درت لي، ومن بعد جبت لي ابو بكر الصديق، قلت لك انا هذا تسمى شغل اسلوب تاع تقية، فهمت؟ لا تسمى لا لا انت. لا قصدي يعني قلت لك ثم الأنصار كانوا المهم أغلبية. اخ عمار، شوف اسمع، دليل هو انه راني نتحاور معاك، راهو الخط نتاعك مفتوح، لو كان جيت انا أنا راني ثاني وصول والله، وكان أنا ثاني والله، لو كان كش ما كان حاجة، ما كنتش قلت لك نعرف ملي كانت عندك إذاعة وطني، ما ولاتش اه الأوكازيون باش اك تعرف باللي نهضروا. رانا في الانترنت، ما تعرفش الناس بعضها البعض. دوك لما نقولوا مثلا واحد تحدث معاه مرتين ولا مرات، تعرف خطر كاينين الناس اللي راهم ما يجيش باش يحاوروا، يجي على جال البيراطاج، يجي لا على لا جال باش اسمع، هو عنده لا حوايج لا واحد اخرى. بالتالي انا ما عنديش الوقت، كل ما زوج لا لا اقطعه لا فوت. لا الحمد لله، احنا انا الحمد لله الافكار تاعي كامل كانت صحيحه. انا في اون 2004، اون 2004 سين انيكدوت يعني، في اون 2004 على بالي بلي راح على الرويوم في 2004، كانت دوزيام موندا، ورجع الفيسبوك تاعي تلقاها بيبليي في 2004 الهضره هذه. معليش. واش المهم الأخ عمار، واش تقولنا اليوم في الموضوع تاع الكفاءات؟ انا والله كي نشوفك تحكي نهضر معاك، ما على باليش الموضوع واش هو. الكفاءات، كفاءات لازم اي واحد كابابل، هو اللي يكون في، هو اللي يكون في المكان هذا. سي فاسيل، انت كابابل عليا في الاعلام، لازم انت تكون في الاعلام. انا في التكنيك خير منك، نكون انا في، ما تحتاجش فلسفة كبيرة ولا لا 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 هذه لا الأخ الكفاءة. عمار، الكفاءات هذه اللي راها موجودة في الخارج، لماذا هذه الكفاءات لا تلتقي وتصير قوة اقتراح؟ لماذا لا تلتقي في ملتقى، في مؤتمر، في أنشطة مختلفة؟ راني قبل درت اقتراحات، وحتى احنا يعني في إطار هذا نتاع المصالحة حبينا على جال باش نديروا لقاءات يعني في عواصم مختلفة من العالم، لا سيما في الخارج. قال مثلا تورنوا نتاع فوت، دير الناس باربيكيو، دير الناس ما على باليش انا حفله تلتقي فيها الناس باش تصفي الخواطر مع بعضها البعض، دير قال مثلا كروازيير وتمشي الناس مع بعضها البعض، قال مثلا يكونوا في مجموعه قال 200 300 يكريو قال باطو ويديروا فيه سهرات ونشاط وكذا، من اجل اعطاء صوره اخرى عن الجزائر، وتلتقي الناس فرصه، حتى لما لا هو انه فيما بعد تلتقي حتى بالعائلات، لما لا، ومن بعد الناس كاينه تعطي فرصة أخرى، كاينه تعطي صورة كاينه أخرى على الجزائر، كاين وتقدر فيما بعد هذه الكفاءات وهذه الإطارات تصير هي قوة اقتراح، بدل من أنه راه مخلين الساحة لي كلون قال تاع التهريب، ولي كلون تاع أرباب المال، ولي كلون تاع الصحافة الاستئصالية، ولي كلون تاع كذا. لماذا هذه الإطارات لا تجتمع في يعني نشاطات مختلفة من أجل فرض روحها، مخليين الساحة هما لهذا البقبق هذو هذا كاينه في، نعطيك اكزومبل، في قطر كاين جاليه ثما ويتلاقاو كورامون، وكاين انشطه رياضيه، وكاين العائلات يلتقي، وكاين شارينغ تاع الماكله، يطيبوا عادي جدا في اماكن عديده في الدوحه، وكاين متلمين في جاليه، عندهم جمعيه وعندهم فيسبوك تاعهم وعندهم الواتساب تاعهم، ويتبادلوا الآراء ويتبادلوا المعلومات، واللي ما عندوش يهزوه. من أحسن الجاليات اللي نظن هي في قطر. عندك الاسمو اللي كوردوني انت وحم الله. اكتب دخل تلقاهم في الفيسبوك، سامبل ريشيرش، يخرجوا لك يخدموا خدمة هايلة. ومنشأة نشوف، أنا ممكن بالك ماني نديرو معاهم، نعرف ان بعض الصحفيين هكذا، ممكن بالك نشوفوا كيفاش من نديرو كاش يتلاقاو نشاطات. دائما. انا شخصيا ما عنديش بزاف الوقت باش يعني نخرج، ولا والخدمه نتاعي مش بالويكاند باش نريح بالويكاند ولا حاجه. المهم الناس اللي منظم وقتهم، وحتى الناس اللي يخدموا كيما انا ما همش يعني منشغلين، كاين اللي كل واحد في دماغه واش عنده. ما نهضركش عليا انا شخصيا، ولكن موجوده، وموجوده بالتفكير اللي تقول فيه، واحسن
و بار اكزومبل انا نحتاج حاجه السوفي نكتب برك في الجروب تاع الفيسبوك، قال بار اكزومبل راني نحوس على ميدسان سبيسيالي ان بيدياتر بار اكزومبل الجيريان، طاف يقول لك هاو فلان في المكان الفلاني، معلومات ثم بسرعه وبرتينو ومتعاونين مع بعضهم. انا ومانيش عضو فعال، يعني نقول لك معلوماتك واش نلاحظ، انا شخصيا مانيش عضو فعال فيها ولكن موجوده. انا كنت نظن يعني حاجه مليحه. لا مليحه مليحه فورميدابل. انتم وين انت في لندن ولا أنا في فرنسا؟ في فرنسا. في فرنسا. فرنسا من الصعب انك تجمل الجاليه بالطريقه هذه، من الصعب. اول حاجه الجاليه الجزائريه في قطر اغلبيتهم ديكادر، اغلبيتهم في الدومين البترولي وديكادر وتعبوا وخدموا في الجزائر، ومن بعد لقاو باللي ما كل واحد والقصه تاعو كيفاش راح كيفاش. صحيح. على هذا كامل الانتيليكتويال والتواصل بيناتنا سلس وسهوله، يعني تتصل مع الناس. نشوف ممكن بالك نشوف كاش واحد نعرف واحد صحفي نشوف ترى معاه بالك لا عاود كش من الجو طريقه هكذا اللي ننظموا بها لقاء في والله. فرنسا صعب، انا نعرف جماعه بزاف في فرنسا شغل عايشين في بلادهم، شغلهم في الجزائر. اذا لميت الجزائريين في الجزائر تقدر تلم الجزائريين في فرنسا. الجزائريين هنا في الجزائر ما احناش ملمومين. كل واحد يا اخي شفت كيفاش مصيبه، يعني كارثه. هو على باله المواد ماديه هو عادي، مازال ما فاقش. احنا في يعني على باله باللي وعايش فوق ارض انتر دور. عندنا ما الجزائر هذه ما كانش تبان لي بلد اغنى من الجزائر، واحنا عايشين في الفقر. شوف انت واحد يكون عنده ملايير وهو مش لاقي واش ياكل. نعم. على بالهم من الجزائري. الاخ عمار راهم كاين اخوه راهم ينتظروا، نحاول نمر لهم الكلمه. رانا نزيدوا ان شاء الله نزيدوا ندرتشوا الاخ عمار. ربي يبارك فيك الاخ عمار. نشوفوا ترى الاخ هذا للاسف الشديد خرج هذاك. شوفوا ترى هذا الإخوة والأخوات، شوفوا لما واحد يطلب الإضافة يصبر لأنه راه كاينة قائمة كل مرة نطلع واحد. الأخ فروخ ياك خرجت، عاود اطلب الإضافة وإن شاء الله هذوكم بعد شوية نطلعك. كل مرة نطلع واحد، يحاولوا الإخوة تكونوا يعني مختصرين في اختصروا الكلام تاعكم باش تخليوا إخوة آخرين يشاركوا. شوفوا ترى هذا الأخ فروخي هذا نعم الأخ منذر صحيح. المهم احنا شوف احنا رانا نسعاو، فهمت؟ رانا نسعاو إذا لقينا ناس اللي راهم هما تبناو المشروع راها تصير هذه المصالحة الجزائرية هي اللي راها تجمع الناس سواء في الداخل ولا في الخارج. واذا كان الناس راه باقيه تهضر برك خلي الناس تهضر على روحها، واش راح نقول احنا؟ المهم احنا رانا نسعاو ولو من خلال هذه النقاشات والحوارات رانا نسعاو، فهمت؟ كاين الناس اللي ربما راه ما عندهمش افكار، وكاين الناس اللي راه ربما عندهم اموال وما عندهمش كيفاش، ما عندهمش افكار. احنا رانا نسعاو ورانا ندفعوا في الامور الى الامام، وربي هو اللي راه رايح يوفق، فهمت؟ هذا ما كان احنا ما نشتكلين على الناس يعني. يعني طلعتك الاخ واسمه يبدو هو انه عندك مشكله في الخط نتاعك. شوفوا ترى مع الاخ هذا اسامه. اخ اسامه راه عندك مانيش عارف بالك، لا ربما راك غالق الخط نتاعك المشاركه بالك راك غالقها. شوفوا ترى هذا الاخ امين غربي
مش مشكلة في الدولة الأخ منظر، مش ما هيش المشكلة في الدولة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الأخ أمين. أسراكم أستاذ لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، ربي يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ أمين؟ إي حبيت نقول لك يا أستاذ، يعني تبارك الله فيك الموضوع هذا، لأنه الفئة هذه باللي الشعب موش ناسيها يتفكرها، يعني تسمى محتاج لها في وقت زين هذا وما بعد، يعني يحتاجها الفئة هذه. الفئة هذه مسكينة كانت مجبرة مش مخيرة، فهمت؟ إذا كانت مخيرة تسمى راح تطلب علم وكذا وتجي، والبلاد كانوا هربوا مجبرين، يعني تقريبا تسمى مزعكين، فهمت؟ إذا كان اسمح لي التعبير هذا، كانوا مزعكين مساكن، يمكن فقدوا الثقة فينا احنا شعب كشعب وكدولة ثاني كنظام، وسي لأنه هو اللي جبرهم، يعني نظام كان جاير وجبرهم يعني باه يخطيو للبلاد هذه. أنا حسب رأيي وما لازم نرجعوا لهم الثقة باللي الشعب هذا يحتاجهم مش ناسيهم، سبحان الله. لما ذا بينا يجيو يفيدونا وينعتونا ويديرونا ويقدموا بالبلاد هذه، سبحان الله. شي واحد يقول خير البلاد ويقول لها لا لا، وشو الناس هذو احنا نحتاجوهم. وزيد نكرر لهم نداء من عندك استاذ، يعني فكره عائله، احنا نحتاجوكم الا كنتوا تسمعوا فينا، نحتاجوكم ما تفرطوش فينا. اذا كرهتوا لا غش ولا مجبرين وكذا وكذا، باللي الشعب هذا مش ناسيكم، لانه تما امله كامله راهي فيكم انتم الاولاد والاجيال اللي جايه باللي تخدموها، وراح تخدمكم ثاني كذلك، فهمت؟ انا بالنسبه لي هي فقدان ثقه، انا ما حسب رايي فقدان ثقه في النظام هذا، فقدوا الثقه في مال. هذا امر مفروغ منه، يقول لك الاحوال مصلحه الطبيعه. ولا احنا ما فقدناش الثقه، ولا يعني انا لا الثقه ان نقوموا بدور، ان نقوموا بدور. راهو الواحد مشترك المجال، راهو الواحد يدخل، راهو الواحد يكتب، راهو الواحد يعيط، راهو الواحد فهمت؟ بارك الله فيك، ولكن هما على بال الكفاءات هذه، او مش كيما انا ولا كيما انت، وكفات هذه وينظم الصباح وراسه يخدم ويخدم. لان كون تبعوا مثلا مثال، برك نحكيك على مثال يمكن يكون غلط يمكن يكون صحيح، مثلا النظام الامريكي لما استثمر في الانسان، تسمى ها خويا البروجي دبر راسك ومصور له امكانيات، سيد هذاك مش راح يرقد ولا يدير ولا ما يقدرش، هو يفكر غير في العمل تاعه ويدير. حنا كشعب جزائريين وكجزائريين نعيطوا لهم بلي ماناش ناسيكم، ما لازمش تنساونا. هذا ما كان، هما راحوا مساكن مجبورين، على الاقل كان واحد ريا راهو راه ريا عائلته ريا وراح تما خلاص، فهمت؟ فقد الثقه كومبلي كومبلي، فهمت؟ امل صغير هكذا ما عندوش، ما يخممش باللي كانت جزائر، هو جزائري وكبر وترعرع ثم وكبر ثم، لما في قمه العطاء تاعو تصادف مع الناس هذو سان شوك، فهمت؟ سان شوك، يروح انسان وينسى البلاد وينسى، فهمت؟ انا كشعب نعيطولهم وناديو بيهم، راهم هما يعني لو يعاونونا ونعاونوهم احنا ثاني نحيو هذا الحثاله هذه، حاشا خويا يخطيونا نتصلوا بهم. لكن العمل هذا ماهوش سهل، يمكن طلب من امكانيات، يمكن ثاني لازم نشوفوا صحفيين تسمى نقيين هما اللي يقوموا بالدور هذا، فهمت؟ يوصلوا لهم رساله تاع الشعب هذا، على الاقل تسمى على الاقل. انا حسب رايي حسب الفكر نتاعي يا استاذ، مساكن الله غالب، انا واحد من الناس نتفاهمهم انسان يقرا وعنده علم وذاك وما يلقى والو، لازم يهرب، ولكن الهروب تاعو ما لازمش يفقد الوطنيه تاعو، هذه وحده، فهمت؟ لازم يبقى وطني ويخمم على بلاده ويراقب الوضع، مثلا يراقب بلاده وين عادت وين ما عادتش، يمكن تكون له فرصه راح يتدخل، يمكن احنا نقولوا برك الخدمة هذه راهي تكون تاع ناس عندهم إمكانيات، يمكن يشوفوا ناس نظاف صحفيين مثلا قادرين على الشيء هذا، الديبلاسمون على اللغة، يروحوا البلدان، يسافروا لبوسطن، يسافروا لكندا، يسافروا لبلجيكا، يقدروا يديروا، نعطيهم الفكرة باللي نتلموا ونديروا مكان نتلموا فيه، هكا النداء للناس اللي عايشين برا، يديروا نداء لبعضهم يتلموا في كاش مكان ويطرحوا الأفكار تاعهم، وحنا ثاني نعولوا عليهم وما يعولوا علينا اكثر، لان احنا هما الشعب، هي لا ماس بوبيلار هي اللي راح تغير، فهمت؟ سي با زوج ولا اربعه كفاءات ولا 10 ولا سي لا ماس بوبيلار هي راح تغير وتجيب الناس هذو كفاءات. واش قلت يا استاذ؟ انا حسب رايي هكذا،
والسلام عليكم وربي يكمل ان شاء الله استاذ. وشكرا للفكره هذه بزاف بزاف، شكرا للفكره هذه بزاف بزاف، بارك الله فيك استاذ. الله يبارك فيك، شكرا للاخ غربي. نزيدو ترى نشوفو، للاسف الشديد الاخوه اللي كانوا ينتظروا خرجوا، يبدو هو انه راه مبرونشين فيك مع صفحه واحده اخرى. المهم الموضوع تاعنا مازال هو حول الكفاءات في الكفاءات الجزائريه. يبدو هو انه الناس راها مركزه حول المسيرات وحول تفجر الوضع، راهم من منهم اللي راهو حاط يده على قلبه، منهم اللي راهو يتمنى فيها، راهو قاعد يستنى وكتاش تطرطق. المهم دبر راسكم، انا مانيش من النوع هذاك اللي هو يمشي مع ال شوفوا ترى مع الاخ هذا فهم. بعد نجي لك الاخ اسامة. شوفوا دوك نجي لك الاخ اسامة. اهلا الاخ شرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك الاخ. اليوم راهو الموضوع تاعنا حول الكفاءات الجزائريه اللي راهي موجوده في الخارج. أنا سمعت يعني تبعت منذ قليل شفت الموضوع تاع الليلة تاع اليوم، يعني والله غير موضوع يعني مهم هذا كما هو سمى، يندرج في سياق تاع الموضوعات اللي سبقت، وهو يندرج بعد في سياق الموضوع الوعي. دونك رانا السؤال اللي نطرحه انه الكفاءات اللي الجزائر فقدتها منذ سنين وما زالت كذا تفقدها، يعني كيفاه قادرة يعني تشعل ولا تشارك، او السؤال مطروح تشارك في احداث التغيير، احنا اللي رانا نطمحوا ليه هذا التغيير. هذا هو السؤال المطروح، وبان طرح السؤال هذا كاين اسئله تقدر تقول تطرح قبل السؤال هذا، يعني الكفاءات هذه قبل ما تغادر، كما نقولوا قبل ما تغادر الجزائر، يا هل ترى ما لقاتش اطار معين به تقدر انها تطرح وتندمج وتطرح فكر وتطرح افكار وتطرح مشروع مجتمع؟ هذا هو المشكل. يعني الكفاءات هذه يا كانت يعني ما عندهاش هذا الاطار هذا، وكانت مقيده وما كانتش كاين كما نقولوا حنايا ظرف يعني يسمح للكفاءات هذه انها تمارس افكارها وتمارس صدير اللي يزيد اللي يوصلوا الافكار بمختلف يعني الافكار هذه يعني الايديولوجيات نتاعها بكل الاخ شرف في اطار يعني انا اخ شرف. هذا الناس راهم خرجوا صاي، راهم خرجوا راهم البراء. انا راني نحكي على الناس اللي راهم دايرين سيتياسيون على رواحهم، مانيش نحكي انا على واحد كفاءه راهو خرجوا حير في عمره، مانيش نحكي على هذوك، راني نحكي على الناس اللي راهم درك هما خرجوا، راهم في الخارج، راهم مستقرين بديارهم بولادهم بسياراتهم، كاين اللي راه عنده فيلا ما شاء الله وبلا بيسين، وربي يزيدهم وربي يعاونهم. مانيش نحكي انا على الناس اللي راهو كفاءه وحراق، ولا راهو كفاءه وراهو حير في عمره، مانيش نحكي انا على الاسباب اللي خلاتهم وما يخرجوا. خلاص هذو خرجوا راهم برا في الخارج، راني نحوس على هذه الكفاءات ما هو الموقع نتاعهم في ظل هذه التطورات اللي راها موجوده، وراه الدور نتاعهم. لماذا راهم مخليين هذا الوجوه المقصدره، هذه الوجوه اللي راهم درك هما موصلين للبلاد موصلينها مدينها للمحرقه واحده اخرى، لماذا لا يقومون بالدور نتاعهم؟ قال مثلا يجتهدوا من اجل عقد لقاءات، من اجل قال مثلا وصل الى لقاء. احنا رانا مثلا احنا منذ سنوات ونحن نسعى على جل باش يكون هناك مؤتمر تاع الجزائر في الداخل وفي الخارج، على جل باش هو كيما نقولوا يستقطب هذه الكفاءات اللي راها موجوده في الخارج حتى باش تصير هي قوه اقتراح. لماذا درك مثلا في ظل هذه الانتخابات الرئاسيه هذ الناس مثل ما كنت نقول لك بالاخوه، راها كاينه درك مثلا لوبيات، راها كاينه عصابات، هذه نتاع التهريب، هذه نتاع الالكترونيك، هذه نتاع السباغيتي، هذه نتاع ما نش عارف ان الكيوي والبنان، هذه تاع السكر، هذه تاع الزيت، وراهم صاروا هما يديروا ضغط، وصاروا هو انه يفرضوا مرشح معين، صاروا هما انه يقيلوا وزير معين، صاروا هما انه مثلا كتب الاعلام اللوبيات
نفس الشيء في الرياضه، نفس الشيء يجيبوا اللاعب اللي يحبوه ويجيبوا المدرب اللي يحبوه. لماذا هذه الكفاءات اللي راه موجوده في الخارج ما تصيرش هي قوه اقتراح؟ ما الذي يمنعهم؟ يا هل ترى ما لقاوش الاطار اللي يتحركوا فيه؟ يا هل ترى ما لقاوش، ما عندهمش امكانات؟ يا هل ترى غير عابئين بالجزائر؟ يا هل ترى اعلنوا قاطعه مع الجزائر؟ الى غير ذلك من الاسئله اللي هي مطروحه حول هذه الكفاءات اللي راه موجوده في الخارج. انا لا اتحدث عن الناس هذوك اللي راهم درك هما مر على مر يديروا جمعيه ولا يديروا اطار من اجل سرقه الافكار ويحوزوهم انه ياطروهم. لا اتحدث عن الناس اللي راهم واقعين في الشنطاج مع النظام. هذوك ما تنتظر منهم والو. واحد راهم داير له شنطاج بمراه بمشروع مانيش عارف انا كذا، راهم حاكمينه من وذنه ودير له شنطاج. انا مانيش نتحدث عليهم، نتحدث على الناس اللي راهم درك هما بعيدين عن السلطه، ربما في وقت سابق راهم فقدوهم الامل ولكن خرجوا الان، راهم دايرين سيتياسيون على ارواحهم، وبامكانهم هو انه يصيروا قوه تاع اقتراح ويصيروا هو انه يفرضوا مرشح معين. لما لا يصير هو انه قال يفرضوا سياسه معينه؟ لما لا يضغطوا من اجل قال مثلا استثمار وقادرين من خلال النشاطات تاعهم؟ قال مثلا في الداخل راهم محاصرين ومقيدين ولكن في الخارج قادرين يحركوا وينشطوا. معليش يا استاذ، معليش انني ما نهضرش على اني نفس اني في نفس السياق تاع الناس اللي تهضر عليهم انت، وما نهضرش على الناس اللي عندهم حاكمين عليهم وراهم عندهم شونطاج، ولا امام الناس اللي عندهم كفاءات وراهم نازيل بوليتيك، ما نهضرش على هذو. معليش انا اللي نهضر انا السؤال تاعي وكان واضح جد، واضح جد واضح. هذه الكفاءات بصفه عامه، بصفه عامه واش من اطار، واش من يعني كما نقول واش من قدره، قدره القدره اللي عندهم بيحدثوا التغيير من داخل البلاد؟ ها هو السؤال المطروح، هذا هو الاطار. هلا اخترنا انا دوك نرجع لك لواحد المتدخل عنده، عندك المتدخل عند من قبل شويه دخل وهضر كلمه، يعني هي الكلمه توجع شويه بصح هي يعني شويه يعني كما نقولوا حنا تمدل شويه الحقيقه، يعني الحقيقه المره، الحقيقه المره. الكفاءات لا ماجوريتي يعني تاع الكفاءات هذو اللي خرجوا راهم وصلوا مش غير على جال قناعات ماديه برك، مش قضيه هذه برك، تقدر تكون هذه من برمي الاسباب، بصح وصلوا انهم ما بقاوش يمنوا في قضيه. ها هذا هو المشكل الكبير، لانه ما بقاوش يمنوا في قضيه خرجوا من هذه البلاد هذه. ها هذا هو الاشكال، وهذا هو السؤال اللي طرحته انا في اول تدخل نتاعي. انا ما نهضرش على الناس اللي عندهم ديجا يعني ان بروبليم افيك كيما نقولوا النظام هذا والاطار الجني هذا ورامو نازي بوليتيك، ولا هربوا لانه نتهموها لان قدر حياتهم مهدده، امور بزاف، امور بزاف. من نهضر انا يعني في لب الموضوع، والانسان المتدخل اللي قبلي انا يعني مش اللي قبلي هذا اللي من اول ما بديتو السهره هذه، الانسان المتدخل قال الكلمه هذه، واحد من المتدخلين مش فيتش على اسمه قالها، وهذه تعتبر حقيقه. انا عندي زملاء تاعي راهم اطارات، راهم هنا في فرنسا في انجلترا وفي كندا، يعني ما خرجوش برك على، كانوا هنا كانوا يعني مكفيين ماديا ما نقولكش، بصح خرجوا على مبادئ، على قناعات انهم هذا الوضع وهذا الاطار المعيشي في ظل هذا النظام وفي ظل ما بقاش انهم يقدروا مع افكارهم مع المبادئ تاعهم انهم يقدروا يستمروا في العيشه معنا. هذا هو المشكل. السؤال الثاني هو يعني السهره يعني كي نقولوا الموضوع تاع اليوم والله غير موضوع مهم، درك احنا الاسئله اللي نطرحوها كيفاه هاد الناس هادو نعاودوا نرجعوا ليهم فكره ان هذه البلاد هذه ما يفرطوش فيها، راهي بلادهم هما ثاني. وش من اطار، وش هما لي ميكانيزمات اللي يقدروا هما يتجمعوا، وش من هما لي كانو دو راسومبلومون، وش هما الميكانيزمات اللي يقدروا يفعلوها باه يقدروا انهم يبداو هما يشاركوا في تحديث هذا التغيير في هذه البلاد هذه، ونبداو بنهضه جديده ونديماريو كما قالها الاخر بالدرجه، نديماريو لقدام. هذا هو الاطار، هذا هو الاطار. السيد اللي قبلي اللي هضر معك قبيل هذا برك اللي قبلي من قطر ولا شكرا من الدوحه ولا هضر هضره ثاني مهمه، قال احنا في قطر الجاليه منظمه اكثر، وصح يعني نمشي لفرنسا بزاف، الجاليه في الجزائر في فرنسا هي جاليه كبيره من حيث العدد من حيث نوع الكفاءات وكلش،
مي انا حاب نفهم الجاليه الجزائريه في فرنسا وش هما التنظيمات نتاعها، وش هما واسكو دوك هاد التنظيمات هادو فرنسا، احنا عندنا قرب جغرافي تاريخي ثقافي معاها، يعني امور كبيره تاريخيه معروفه ما ندخلوش فيها. ثم وش هما يعني التاثيرات اللي تقدر دير هذه الجاليه هذه، ثم كفاءات هذه الجاليه، هذا على كفاءات، بس ما نهضروش على الجاليه بكل ما احترمتنا لكل شرائح الجاليه، وش هما وش يقدروا يحدثوا كتغيير، وش يقدروا يحدثوا، وش هما النظم ولا الاطر النظاميه تاعهم واللي تمثلهم، وش من وكيفاه يقدروا يحدثوا هذا التغيير. انا بالنسبه لي هذا التغيير راح يكون اولا بدايته راح يكون تغيير فكري، لازم. احنا عندنا مشكل تاع افكار في البلاد هذه قبل ما نوصل لمشكل تاع المنظومه السياسيه. افكارنا راهي ماهيش افكار باه نقدروا نديروا منظومه سياسيه، يعني كما نقولوا حنايا طموحه. نبداو بالعقل ونتعلموا على الاخرين، ونبداو بالعقل وكلش ونتعلموا ونهزوا تجارب الاخرين ونشوفوا يعني كما نقولوا لادابتابيليتي تاع الافكار نتاعنا في المنظومات السياسيه مع المجتمع تاعنا، ها، ومع صدر لا جيو استراتيجي ولا تاع بلادنا، ونبداو نمشيو. يقدر يكون انه يقدر يكون الجالي كفاءة الجالي هذه يكون عندهم تأثير كبير. انا ما ننساش تاريخي، وقت تعرف خير عليا الشيء هذا، لا سيتيم ولايه واش كان لابور نتاعها في لا كار دو ليبراسيون، لا سيتيم ولايه اللي هي لا فيدراسيون دو فرانس. هذا هو أنا هذا هو أنا هذا هو يعني هذوما الاسئله اللي نقدروا احنا درك الناس كنت اللي راهي تتبع فينا وتسمع فينا، وكاينين الناس بالك ما عندهمش الحظ انهم يقدروا يهضروا ولا يقدروا ما طلعوش على جال المشكل تاع الانترنت. اسكو ناس يقدروا يعطيونا افكار، يوصلونا بافكار هاد الناس هادو، وش من اوتر، تنظيميه، وش من يعني القوه القدرات اللي عندهم باه يقدروا يحدثوا، يبداو يمشوا يحدثوا هذه الافكار هذه اللي نقدر نستفادوا منها، ونكونوا حنا تاني في داخل البلاد في داخل الجزائر نكونوا اسي ريسبتيف لهذه الافكار هذه، ونقدروا يعني تكون عندنا يعني بدايه تاع تغيير. بيان سور حنا نحوسوا على التغيير السلمي، لان بلا هذا التغيير بلا هذا كل هكا راهي تدينا بعيد شر الحوايج اللي ماهمش ملاح، لان ما عندناش وعي سياسي كبير في المجتمع اللي يقدر يتحكم في زمام الامور. نعم، شكرا الأخ، شرف. نمر ترى لخونا سليم، هذا أخ سليم راه عندك كان بلوكاج في الخط نتاعك. أخ سليم اللي ترمز الاسم نتاعك بسولو، عندك كان بلوكاج، شوف راه كاين بوطون ثم بالك العاود راك غلقها. نفس الشيء الأخ أسامة، شوف الأخ سليم مفتح الخط نتاعك راك غلقه. سليم سولو أسامة نفس الشيء، بالك لا عندكش مارك خلقت كاش بوطون. شوف دير الميزاجور تاع الفيسبوك تاعك، دير الميزاجور وافتح الوسمو، بالكش ما كاين بوطون راك غلقها. المهم راكم في زوج، راكم عاود خرجوا وعاود دخل الاخ اسامه والاخ سليم. المهم في انتظار هو انه يجيو الاخوه. شوفوا ترى ربما كش ما كاين فيه اخوه اللي راهم يديروا في التعليقات هذوك. يا الاخ محمد، ماهيش القضيه نتاع افكار، الافكار راها موجوده. شوف فهمت، انا شخصيا الشيء اللي راهو ناقصني، الماده، فهمت، ما لقيتش ناس اللي هما يعاونوني ماديا. كاين اشياء اللي هي تحتاج ماده، دوك مثلا البث برك فقط قادرين مثلا من خلال الاستوديو، وتكون فيه يعني اجهزه متطوره جدا تقدر انت تشارك الناس كلها اللي راها تشارك الان. هم فقط الناس اللي راهم بالهاتف النقال هما اللي يشاركوا، تقدر انت فيما بعد تشارك ناس اخرين بالكمبيوتر، ناس تشارك عن طريق السكايب، عن طريق الفايبر، عن طريق الايمو هذيك، عن طريق الواتساب، عن طريق اجهزه واحده اخرى، فهمت. ولكن للاسف الشديد انت راه يد واحده كما يقولوا بهاتف، هاو الواحد الناس راه عندها قنوات فضائيه وهاك تشوف ليها.
مسكرين لنا الطريق، حتى هاد الناس اللي راه مسمين رواحهم معارضين قاعد في ناس اميين لا باسكو علاش يقدروا يستعملوهم. راني دخلتك الاخ محمد اللي طلبت الاضافه، نزيد نعاود ندخلك المره هذه اذا كان ما دخلتش الله يسهل عليك، لانه جاتك الانفيتاسيون ورفضتها ومع انك انت اللي طلبت. هاي والمره هذيك طلعت. اي مرحبا بك الاخ محمد. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا ترى الاخ هذا للاسف الشديد الاخ سيد احمد راهو عندك كان بلوكاج في الخط تاعك الاخ سيد احمد، فهمت؟ واش من نعطيك عنوان فاش تاع قطر الاخ فروخي هذا، واش من اسم، واش من اسم اللي تحوس عليه؟ يا ول الله يهديك الاخ محمد. يا ول المنظمه احنا رانا دايرينها معتمده بالقانون، فهمت؟ راه عندنا وعندنا المشروع. انا باش نروح نمشي مع واحد ولا يجي واحد يستعملني هذيك غير كون كان، يعني انا راني عندي سنوات وانا نشط نجي نروح نمشي كان مع ناس عندنا واسمو راه عندنا الاطار وعندنا المشروع، واش هو محتاجين الناس اللي هما راهم يؤمنون بالمشروع من اجل باش احنا نروحوا نمشيو نلقاو ناس ماديين يعاونونا باش نديروا هذه اللقاءات ونديروا هذه النشاطات. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. الاسم ومن راك تكلم فينا وتفضل في الموضوع. نكلم فيك من ولايه بسكره ان شاء الله اخويا. مرحبا بك. مرحبا بك. الاسم كيفاش؟ الله يسلمك. اسم فريد، فريد من بسكره. مرحبا بك الاخ فريد. شنو جبت لنا معك؟ الله يسلمك. الله غراك برك. والله انا عجبتني الفكره نتاعك هذه تاع ليترونجي هذو، بيسك عندنا علماء كبار بزاف راهم خارجين الوطن. حنا ماذا بينا ان شاء الله تنظموا ديروا جمعيه ولا المهم ليسونسيال كاينه حاجه تلموا رواحكم فيها وتقدموا حاجه للبلد نتاعكم. نعم. بوسك عندكم قدرات نتوما وربي خلق وميز عباد على عباد. احنا ماذا بينا الافكار هذه نتاعكم هذه جستوها في البلد الام كما نقولوا. ايه احنا نحوسوا على جل باش الناس تلتقي من اجل خدمه الجزائر. ايه بس ولكن احنا دائما نسمع احنا نشوفوا غير في اللايف نشوفوا في كذا، بصح لازم الناس يتحرك، لازم اليات، لازم تنسقوا في بعضاكم، لازم تلقاو اليه تلموا فيها بعضاكم. بوسك الشعب الجزائري او فض صاي تعب من هذا المنظومه هذه اللي تحكم فيه. رانا كره هنا الداخل هناك تعرف الحكم الداخل في الجزائر الامن كذا، ثم في الجزائر على الاقل برا تقدروا تنظموا رواحكم وديروا حاجه هكذا وما تعاونوا البلد نتاعكم. شوف الاخ فريد، شوف نقول لك الامور كيفاش راه. كاينين الناس اللي هما درك ماهيش قضيه نتاع افكار، انا شخصيا عندي افكار اللي نوض بها البلاد، ودرك هاد الناس الكفاءات كاينين اللي ربما لو كان هو يلقى الاطار الصحيح ويلقى الاسم ويمشي. المشكله وين هو؟ انه اولا انا شخصيا ما عنديش الماده، باسكو ما تقدرش انت دير مؤتمر تروح انت تكري قاعه مانيش عارف انا قال مثلا ب 2000 اورو ولا هذيك، وتروح انت يجي ناس راه تاكل تشرب وترقد وكذا، ما تقدرش انت تروح انت دير مثلا لقاء والله يستقام لك في 10000 اورو ولا هذيك، منين نجيبهم انا؟ صح فهمتني؟ انا المشكله القضيه نتاع قال مثلا الاراده وقضيه نتاع مثلا الافكار ولا هذيك عندي. المشكله وين هو؟ انه كاينين الناس اللي هما يقول لك نحوسوا على الميدان،
لكن لما تجي للميدان ما يخرج. لماذا؟ لانه مش حاب يلتزم. هو ماذا به دوك راه دوك قال مثلا جمعهم يعيطوا المسيره يروح يخرج، راهو ليبر وراهو بعيد، قال عيط يعيطوا ما تروح يجي في داره ويقعد. ولكن صح. باش يلتزم يلتزم قال مثلا في اطار قال مثلا منظم، بحيث هو انه قال مثلا تكون فيه لقاءات منظمه ونشاطات منظمه. خطر نتاع لهذا التغيير هذا راه ماشي قضيه نتاع اخرجوا عيطوا، عيط على روحك، عيط على روحك، ماشي قضيه نتاع عياط وقضيه نتاع صراخ. انا هذه المسائل فتها بالاف السنين هذه، فهمت؟ ماشي قضيه نتاع الصراخ ولا نتاع عياط ولا تخرج، اخرج نتاع على روحكم بعد تدخل في مواجهه تولي تشرف الدخان نتاع المال الوسم ومن بعد تروح الناس تتفرق. ما نعرفوكمش والله، انا نعرفو الناس، نهار اللي تلحق للجد تلقى روحك وحدك، فهمت؟ حنا رانا نحوسوا كاين الناس اللي ربما مازال ما وصلنا لهمش، ربما كاين هناك تعتيم، ربما كاين الناس اللي مازال ما وصلنا لهمش، رانا نحاولوا ما لقيناش كيما نقولوا الناس اللي عاونونا على جال باش نوصلوا ربما الناس هكذا اللي هما يتبناو فعلا المشروع. وفيما بعد لما يتبناو المشروع انا على يقين من انه راه تبان تبان الناس هكا تشوف فيه غير يلا واحد ما كان والو ها، وهذا علي غديري هذا كان ما كانش واحد ما هو سمع بجدو مباشرة هو انه خرج. بدأت الناس تلتف حوله، لماذا يلتف حوله؟ يا هل ترى عنده مشروع، يا هل ترى مناضل، يا هل ترى عنده طرح، يا هل ترى عنده رؤية، يا هل ترى عنده استشراف، ما عنده والو، الريح في الشبك. لكن كون هو انه قال راه فيه جهة راه تدعم فيه، والله طمع، فهمت؟ والله في المقابل قال ودي جمع في العهد الخامسة راه فرنسا راه قلت خلاص، والمريكان قال خلاص يلا روح. حتى إذا كان راه بوتفليقة راه محطينه في بلانكار وراه يستناو غير باش يوسمو روح. لماذا؟ ماهوش يحوس على البلاد والله، حوس على الطمع، حوس كش ما يدي. حنا رانا نحوسو على كفاءات اللي هي تمتلك مشاريع ومستعدة للعطاء للجزائر. هذا اللي راه درك هو عنده كفاءة ولكن راهو يخدم فيها روحو، يخدم فيها لدارو. هذا ما عندي من ندير به، انا ما عندي من ندير به. حنا نحوسوا على الكفاءات اللي مستعده باش تقدم للبلاد، ومش بالبلا بلا. خاطر كاينين اللي راه مجاولينا ويهضر معك، كاين حتى اللي يقولك بلي نخدم باطل، بصح النهار اللي انت تطالع عليه تلقاه باللي الريح في الشبك، فهمت؟ النهار اللي تجربوا تلقاه الريح في الشبك، لا هو كفاءه ولا محزنون، لا عنده مشروع ولا عنده رؤية، ولا تلقاه هكذاك تيتر راهو كفاءة ولكن هو بمبولة منفوخة ما كان والو، فهمت؟ كاين الناس اللي ربما ما لحقناش ليهم، هي قضية نتاع إرادة وقضية نتاع واسمو نتاع مادة، فهمت انت؟ دوك مش قضية نتاع انك تدير نداءات. هي شوف هي ثانية كما قلت انت، قضية إرادة، إرادة وقضية كما نقولوا انت مادة إرادة، إرادة وصدق كبير. انا نعطيك مثال برك، نعطيك مثال. بدينا نهار اللي بدات هذاك الحركة هذاك في 2011، هذه قضية نتاع السكر والزيت وخرجت الناس ومنا، كنت انا نقوم بحوارات، من بين الحوارات نتاع هجرة الأدمغة، راهو موجود الصفحة نتاعي في الموقع نتاع اليوتيوب، هجرة تاع الأدمغة. جاو ناس، واحد بيلوت، واحد واسمه مانيش عارف انا، عنده في العلوم النفسية، واحد في تاع البترول، واحد كذا، واحد في الفارماسي، وكفاءات جاو ناقشنا في الموضوع هذا نتاع هجرة الأدمغة. من الحصة نتاع إذاعة وطني شكلوا جمعية، خرجوا من ثم. احنا عوض هو اننا نستغل هذاك اللقاء وكنا نحوسوا على جل باش نديروه في اطار تاع المصالحه هذه، في اطار مشروع قال يكون فيه قسم للكفاءات، قال مثلا يكون على شكل مكتب نتاع دراسات ويصير فيه قوه نتاع اقتراح، راحوا شكلوا جمعيه نتاع الاطارات ومن بعد تفرقوا. السيد هذاك راه عاشلك في لجنه نتاع مسانده نتاع بوتفليقه، من اذاعه وطني، استغل الموقف، استغل الموقف وخدم مصالحه الشخصيه. وكان مع احمد طالب في 99 وراه دخلها عشان في لجنه نتاع مسانده نتاع بوتفليقه. واش راح ندير انت مع تسمى يكسروك يحطموك
حنا نحوسوا على ناس يكونوا فعلا هما مؤمنين بالمشروع ما يتشراوش. يعني انت تروح انت تاع كاين اللي جاو تهضر معاه تبعثو انت في هذا الاطار نتاع المشروع نتاع المصالح، تبعثو انت في اطار وفد يروح يلتقي مع شخصيه بسلامه بالعافيه، يجبدو عشيك في لجنه مساندة. كاين ناس كانوا معايا راهو جبدوهم جماعه تاع بنفليس عاش في لجنه مساندة تاع بنفليس، في لجنة مساندة، وواحد راح في لجنة تاع مساندة تاع بوتفليقة. هذا غدوة لو كان يعرضوا عليه منصب هذا البلاد يبيعها. يبيعها كما باعتها المعارضة، كما رانا نشوفوا. هذه هي. حنا دوك نحوسوا على ناس، ناس اللي عندهم مبادئ، وناس اللي ما يتشراوش بالمال، حوسوا يخدموا البلاد. فهمت؟ بصح يا أستاذ الشعب، بصح لكن يا أستاذ الشعب الجزائري دوك راه راه ذهبت له، راه تخلطت له بين اللي عنده مبادئ صحيحه صح، ولا جاي يبين روحه، ولا جاي لمصالح شخصيه، ولا جاي المنصب. دوكا راه مقواه الشعب، مقواه كيما نقولوا وسائل التواصل الاجتماعي هذه كثرت عليه وتخلطت لي، ما عرف وش يصدق وش ما يصدقش. ما فهم والو درك. كاين شوف الحمد لله هو انه راهم كاين رجال ولو انه قلوا، ولكن راهم كاين رجال. رانا نسعى ان شاء الله اذا كانت كاينه نيه خالصه وكانوا ناس مستعدين، لعل الله ندفع الامور الى الامام. المهم راهو الواحد ان راه شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظك بارك الله فيك على المداخله هذه. شكرا للاخ فريد، تحيه لكل الاخوه في بسكره. المهم اذا كان في اخوه نزيدو نديرو ربما مداخلة أو اثنين والله، ونختموا هذا البرنامج، لأنه واضح من أنه الناس راها مهتمة ربما بأمور واحدة أخرى مش من أجل خدمة البلاد. إذا كان فيه إخوة أخ محمد مرحبا بك أخويا، فهمت؟ مرحبا بك. الحوسو لو كان دوك مثلا انا لقيت مثلا لقيت انا ناس مثلا راهم ساعدوني، كاين الناس اللي راهم درك هما مرتاحين ماديا، لكن انا ما نقدرش انا نخلي الدار نتاعي ونروح ندور انا كيما راهو يدور نكاز. انا مانيش مليونير كيما راهم الناس راهم يدعموا فيه. لو كان جيت انا لقيت ناس مثلا راهم هما تبناوا المشروع، انا راني نتنقل. كاين بعض من الناس اللي يقول لك انت راك جاي من ورا كمبيوتر ولا من ورا الهاتف وراك تهضر، تحرك. درنا لقاء الاول درناه في 2013، درناه في فرنسا، هاو موجود على الموقع نتاع اليوتيوب، بامكانكم هو ان تطالعوه. اتصلنا بجماعه وروح منا طلع منا هبط منا، واحد ما عندوش باسبور، واحد ما عندوش الفيزا، واحد ما كذا. من بعد التقينا في مجموعه، وحتى هذوك المجموعه كانوا ناس منهم مكلفين بمهمه. مباشره بعد ما افترقنا بداو يطعنوا فيا وبداو يكسروا فيا، رغم انه انا اللي سلكت لهم الغداء. هاك تشوف خرجوا يطعنوا فيا. يرحم والديك انت، ما تقدرش. قاعدين هذ الناس كما كانوا قبيل يقول لك الاخ، ناس تاع التكسار وتاع التحطام وتاع كذا، ربي ان شاء الله يتولاهم. هذا الواحد ما يقول أنت. يا الأخ الكريم قال لك اسمه يا هو كاين هاو مؤتمر الجزائر، راه موجودة المجموعة، فهمت؟ كاين جروب رانا دايرينو نتاع مسمينو مؤتمر الجزائر، يقدر الواحد من خلاله ثم هو انه يطرح افكار والناس تلتقي ثم. لكن الناس تسجل باسماء نتاعها الحقيقيه. انا ما نتعاملش مع اللي بسودو، نتعامل انا واحد يدير لك بسودو هكذا وواحد مغطي روحه وما يخاف، انا ما نتعاملش انا مع اسمه، فهمت؟ قاعد نلعب بالك انا واحد يجي يمثل لكم بعد يروح ثم يلحق لك ثم يطعنك موس. تعامل معايا راه عندك مؤمن بمشروع بان بوجهك كيما راني نبان انا، فهمت؟ اكشف على وجهك. جينا واحد راني على بالي بلي راهم كاينين حتى ناس يجيو يهضروا معايا نتاع الامن، مانيش غبي،
واحد راه جدارمي، واحد بوليسي، واحد راني على بالي بكم، واش عباك تحسبني راني مسموح، ولكن انا راني نتعامل بصدق، راني مؤمن بقضيه، راني نتعامل بصدق. الانسان اللي يحب يجي هو يتعامل في هذه القضيه يتعامل بالصدق وبالاخلاص، فهمت؟ باسكو ما رانيش راح نقعد معاه، مانيش من النوع هذاك، مره زوج ومشي فوت الطريق، والله ما على بالي بي، والله ما على بالي به. اخ محمد المره هذه ما راهو عندك كان بلوكاج، المره هذه راهو عندك وسمو ما شارك غلق الشماكينه بوطون بالك. قال له انت اين انت مقيم؟ الله يهديك، مانيش عارف راك تهضر معايا ولا راك تهضر. انا راني في فرنسا يا راجل، راني عندي 18 سنه وانا نهضر في الهضره هذه. المهم الاخوه والاخوات، اتمنى هو ان راني افدتكم بهذا النقاش حول الكفاءات هذه الجزائرية اللي راها موجودة في الخارج حول الانتخابات الرئاسية. إذا كان حبيتوا نديروا نقاش مفتوح، ممكن بلك تسمى نغلقوا البث هذا، وبلك واحد نص ساعة والله نعمروا الهاتف باش نشحنوه في نديروا له الباتري مليح، ومن بعد ممكن بالك نعاودو نفتحو نقاش، نشوفو ترى واش هو الموضوع اللي راكم حابين تحكيو فيه، لا ربما فيه ناس هكذا. عارف باللي دوك لو كان دوك نفتح موضوع المسيرات والفوضى كنت زير كل جي، لكن تحكي انت على موضوع انت على الكفاءات والله ذيك، وتجي انت باش يكون حوار منهجي وكذا. المهم نكتفي بهذا القدر، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. نلتقي إذن بعد نص ساعة والله. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبر ترى شوفوا ترى هذا الأخ هذا عمر هذا ترى جاء في نهاية هذا في نهاية هذا البث. يا الله يا كريم. ما إذن المهم الإخوان نلتقي من بعد إن شاء الله. تحياتي.